الله وبركاته مشاهدي قناة الأيام الفضائية، نلتقيكم مجددا وعلى الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة، طرق يا حسين، حيث انتشار شبكة المراسلين الخاصة بقناة الأيام الفضائية. أنا الآن على طريق يا حسين باتجاه كربلاء المقدسة عبر بوابة النجف الأشرف، ومن هذه النقطة إلى النجف الأشرف قرابة 5 كيلو، من هذه النقطة إلى مدينة كربلاء المقدسة قرابة 80 كيلو. وأيضا معي في الانتظار الزميل كاظم الحاوي وكذلك الزميل محمد في منفذي الشلامشة وزرباطية، وأيضا في الانتظار أحد زملائي المراسلين الموجود في مدينة كربلاء المقدسة. أيضا هنا يعني هكذا تكون 4 مراسلين في دفعة واحدة عبر شبكة قناة الأيام الفضائية التي عودتكم أن تكون مع الحدث أينما يكون، لا سيما هذه المسيرة المليونية التي انطلقت من أقصى جنوب العراق وصولا إلى كربلاء المقدسة. ننقل هذه المشاعر، هذه المسيرة العالمية، هذه المسيرة العقائدية المنطلقة نحو كعبة الأحرار الحسين عليه السلام. وهذه الأيام هي الأيام نستطيع أن نقول ما قبل أيام الذروة التي تستقبل فيها النجف الأشرف الكثير من الزائرين عبر بوابة مطار النجف الأشرف الدولي. استقبل المطار لحد هذا اليوم قرابة 35,000 مسافر، أقلتهم قرابة 300 رحلة من مختلف دول العالم، سواء الدول الإسلامية وكذلك دول الخليج والدول العربية. نتوقع في الأيام القادمة إن شاء الله تكون يعني هذا اليوم أكثر من 50 رحلة استقبل مطار النجف الأشرف الدولي. نتوقع في الأيام اللاحقة أن تزداد عدد الرحلات بحسب الإحصائيات التي وفرتها لدينا إعلام مطار النجف الأشرف الدولي، بأن الأيام القادمة سيستقبل مطار النجف الأشرف الدولي أكثر من هذه الأعداد. وصولا إلى أيام الذروة هناك قرابة 150 رحلة، وإن شاء الله بحسب التوقعات ستكون النجف الأشرف تستقبل عبر بوابة مطار النجف الأشرف الدولي في أيام الذروة أو في مجمل الزيارة 250,000 زائر عربي وأجنبي. أيضا المواكب التي تهيأت واستعدت وتعبأت لهذه الزيارة، الشاهدون مواكب الموجودة، مواكب ثابتة، مواكب متحركة الموجودة خلفي. هذه المواكب أيضا قرابة 17,500 موكب بحسب إحصائية هيئة المواكب في النجف الأشرف. يعني لغاية يوم أمس بحسب المنافذ الحدودية منفذي الشلامشة وزرباطية 16,000 موكب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه المواكب، قسم من هذه المواكب ستنشطر وتشارك مع المواكب الموجودة على طريق يا حسين. قسم آخر من هذه المواكب لديها مواقع ثابتة ستقدم الخدمات، مثلا موقع الإمام الرضا عليه السلام، وهذا موقع ثابت موجود بعد منطقة خان النص وهي بعد عمود 600. وأيضا هناك مواكب متحركة ومواكب مثل ما قبل قليل نوهت بأن تكون متعاونة ومتعاضدة مع المواكب العراقية، فضلا أن هناك أكثر من 2,000 موكب من المواكب الوسطى والجنوبية محافظات العراق. هؤلاء بعد أن ينهون خدماتهم في تلك المناطق، يعني مثلا أبناء البصرة أنهوا خدماتهم قبل يومين، فهؤلاء عندما تنتهي خدماتهم وينتهون الزوار منهم يأتون وينصبوا مواكبهم في مواقع بالقرب من كربلاء، يعني من بعد عمود 900. هذه المنطقة تسمى منطقة الجزرة الخاصة، يعني منطقة قلبها الخدمات، فلهذا نشاهد بها أصحاب المواكب من أبناء المناطق الوسطى والجنوبية ينصبون مواكبهم في تلك المنطقة. الزيارة الآن مثل ما تشاهدون بدأت تباشير أبناء الديوانية، أبناء المشخاب، أبناء نستطيع أن نقول المناطق القريبة على النجف الأشرف، يأتون إلى مرقد سيد ملاي أمير المؤمنين يزورون ويجددون العهد، ومن بعدها ينطلقون إلى كربلاء المقدسة. فضلا عن الزائرين العرب والأجانب، يشاهدون الآن كاميراتنا ترصد بأنه 90% من الزائرين الموجودين على هذا الشارع أو على هذا الطريق هم من الزائرين العربي والأجانب، لا تقريبا 70% من الزائرين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن أغلب هؤلاء الزائرين هم وصلوا إلى النجف الأشرف عبر بوابة أمان. السلام عليكم. السلام. قواك الله. قواك الله. شلونك؟ خير الله. أنا جيت منتظرك، وين كنت تعلم؟ موجود المشاي. المشاي. بعد قلبك. منين جاي؟ من البصرة. البصرة.
أنا قبل شوي أتكلم فيك ما شاء الله أهل البصرة خصوصاً أهل المواكب بعد ما يفلشون مواكبهم ينتقلون هنا. والله احنا فلشنا المواكب وانتقلنا هنا. يعني سبحان الله. ايوه بس انا كم يوم خدمتوا بذيك المنطقة؟ وبيا منطقة خدمتوا؟ سبعة ايام بابو الخصيب. بابو الخصيب. اي والله على الشارع. خدمتوا بابو الخصيب، شلون كانت الزيارة هناك؟ والله هي الانطلاقة صارت من الفاو. فتمر الزوار لازم يمرون على ابو الخصيب. ما شاء الله. فنقدم نشويات وتمن ومراقل قاسم الله. هنيئا لكم. وهسه انتقلنا يا مشبع 1156. يا سبحان الله، انا ذكرت قبل شوي للمشاهد قلت لهم ابناء البصرة يكملون الخدمة. ومن بعدها ينتقلون بعد عمود 900 منطقه ذيك مقطوعه ما بها خدمات 1156 موقف الامام الرضا هسه جاي نخدم بها ربع ساعه التحق بهم ان شاء الله. انتوا تجون تزورون سيد ولا امير منين تجددون العهد وتنطلقون وتقدمون الخدمات. لما ما يكتمل عددنا الخدم اللي كانوا بموقف الامام الرضا يروحون يزورون ونرجع لهم ونكمل كله بالتناوب. ما شاء الله. سولف لي مشاعرك وتخدم مكاني والزور هنيئا اليك. ما تنوصف، هي فرصه فرصه يعني بالسنه ما تود الا مره، فواحد لازم يخدم بها ويتعب بها. اي أيوة. والله والله يوفقكم ان شاء الله ويعودكم. توفيق لنا ولكم. الله يحفظك. وعندي امنيه يا ريت حقق لي اياها. انا بخدمتك. يعني اني والكادر الموجود في بغداد يندعون ويطلبون من عندك الزياره بالنيابه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالنيابه نزور عنكم. يا بعد قلبك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، ما انساكم ابو صالح وكل المخرجين وكل المصورين وكل اخوتنا الموجودين زملائنا في مركز القناه اللي يقدمون هذه الخدمات. مشاهدينا الكرام، جنود مجهولين موجودين، ان شاء الله هم في عين الحسين وهم ايضا من ابناء الحسين وهم من السارين على طريق الحسين وهم من خدمه الحسين عليه السلام، لين يقدمون هذه الخدمات الجليله، ايصال صورتنا الى العالم اجمع، صوره هذه المشاهد. طه يقول انا همات وياهم، انت همات وياهم طه. ان شاء الله بهذه الصور الجميله المعبره ننقل لكم لقطات سواء من النجف الاشرف على طريق يا حسين، منفذي زرباطيه، الشلامشه، دخول الزائرين، معاناه الزائرين وما يقدم لهم. احنا مو هدفنا ان ما يقدم لهم، لا، هدفنا اليوم ان كيف تكون عقيدتنا ثابته ونحن نسير على هذا الطريق، طريق الاباء، طريق التضحيه، طريق الوحده، طريق الحريه. تعليم 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 تعليم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يساعدك. هاي شنو هاي شنو هاي؟ هاي والله شرش بها الزوار. ترش بها ما يتبرد لهم؟ الدنيا حاره. من ايش وقت ترش؟ والله من تقريبا من الثنتين لهسه. من الثنتين الظهر، مو حاره عليك؟ عادي. للحسين فدوة. فدوة للحسين. أيوة. فدوة والله. وانت هنا في الموكب شغلتك بس ترش ماي. ارش ماي مرات الفوها ملفات. هاي. بالليل الفوها ملفات نسوي العشاء. بالظهر من الصبح. هنيئا لك يا حبيبي، هنيئا لك. تسلم لي يا حبيبي. شوف هذا الخدمة، هذا الطفل الصغير يقول مي خالف حارة، فدوة للحسين. سلام الله عليك يا سيدي مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ماذا تركت في قلوبنا؟ في قلوب هؤلاء الصبية الصغار الكبار النساء، الكل اليوم يسير على هذا الطريق ويرنو إليك بعين البصيرة لا البصر، بصيرة العقيدة الإيمانية، هذه البصيرة التي جاء الجميع لأجلها ولأجل توحيد وجهة النظر في السير إلى الملكوت المقدس. سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، أوقفت وحيدا وناديت في عرصة كربلاء؟ ألا هل من ناصر ينصرنا؟ تطلب المغيث وتطلب الناصر، جاءتك قلوب الوالهين يا سيدي، قلوب ولها عطشة إلى تلك الصرخة، إلى ذلك يوم، يومنا الموعود، يوم إمام زماننا الحجة بن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لازلنا مستمرين وياكم مشاهدي كرام، وهذه التغطية الحقيقية لهذه المسيرة المليونية، وننقلكم هذه المشاهد. شاهدون خلفي الكثير من الزائرين الوافدين إلى هذه المدينة المقدسة من عموم محافظات البلاد، ويقدمون صور معبرة، صور حية، صور ولائية، صور عقائدية لمسيرة مليونية متضامنة مترامية الأطراف، لمسيرة وحدوية عالمية تشابكت أيدي جميع المحبين والمريدين على هذا الطريق، الإيراني والخليجي والعربي والعراقي والأفغاني الباكستاني الأمريكي.
الله وبركاته. أحبة المشاهدين، وعظم الله لكم الأجر بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. طبعا اليوم كادر برنامج أو قناة الأيام الفضائية من طريق لبيك يا حسين، الرابط بين محافظة النجف الأشرف وكربلاء المقدس. الأجواء مثل ما كل سنة، أجواء مباركة، أعداد كبيرة وخدمة عظيمة تقدمها المواكب الحسينية من مختلف الجنسيات. الذي يميز اليوم شارع لبيك يا حسين هو العدد الكبير جدا للجنسيات المختلفة التي تسلك هذا الطريق بسبب قرب هذا الشارع عن مطار النجف الدولي، من الجمهورية الإسلامية في إيران، من باكستان، من أفغانستان، من الهند، من الكويت، من الإمارات، من البحرين، من مختلف المدن والدول، من سوريا، من لبنان، وحتى من فلسطين والدول من المغتربين في القارة الأوروبية. طبعا أحبة المشاهدين، الأجواء عظيمة جدا مثل ما ذكرنا، من مختلف الجنسيات، الكثير من المواكب، الكثير من الخدمات اليوم التي تقدم حقيقة من الجهات الحكومية ومن العتبتين المقدسة، إن كانت العتبة الحسينية والعتبة العباسية، وحتى إسناد كبير جدا من العتبة العلوية. هناك فرق كبير جدا في هذا الشارع بين السنة السابقة وهذه السنة. كانت هناك معاناة كبيرة في هذا الشارع من موضوعة المياه الصالحة للشرب أو الصالحة اليوم للاغتسال البشري، ولكن اليوم ما شاء الله أنه وصلت كثير من الخزانات المائية اللي تكون توزع مجانا على المواكب وعلى الزائرين. إضافة إلى شيء آخر لاحظناه إيجابيا بهذا المكان خاصة، أنه هذا الشارع الرابط، أو مثل ما نقدر نقول عليه بالتسمية العامية الشارع الخدمي، عرض، وأيضا هناك عليه بعض الأمور الجديدة اللي صارت عليه جدا، هناك احترافية كبيرة بالعمل. طبعا أحبة المشاهدين، نلتقي ويا الزائرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ الله وبركاته. تعال، من وين؟ الله يخليك. طبعا كثير من الزائرين مثل ما قلنا من مختلف المحافظات العراقية. أرجع للاستعدادات الكبيرة جدا من مختلف الجهات الحكومية والجهات الساندة، التغطية الإعلامية الكبيرة جدا المتواجدة بهذا الطريق، وعلى رأسهم أكيد كادر قناة الأيام الفضائية، وقنوات عراقية كثيرة جدا، وقنوات أجنبية وغير عربية أيضا بجهد كبير جدا. أيضا من الأمور اللي شاهدناها التي تغيرت في هذا الشارع بين الموسم السابق وهذا الموسم، الموسم الحسيني، أنه مثل قلنا أنه هناك تعديلات كبيرة جدا بموضوع توفير الإضاءة المباشرة، الإضاءة المستمرة لمدة 24 ساعة. العام كانت هناك مشكلة يعاني منها أصحاب المواكب، وهي موضوع قوالب الثلج. قوالب الثلج كانت هناك أسعار وصلت إلى ارتفاع كبير جدا، ولكن هذا السنة أيضا الجهات المختصة وأخص بالذكر العتبة الحسينية والعتبة العباسية وزعت القوالب الثلج مجانا هذا الموسم على المواكب من مختلف الجاية من كثير من المحافظات العراقية. طبعا أهلنا من الزائرين. السلام عليكم، شلونك؟ إن شاء الله بخير. عزيز قلبك. من وين؟ من الأهواز. من الأهواز. شلون جيت وصلتوا لهنا؟ والله احنا امس الصبح طلعنا اي ويانا حد النجف، ومن النجف هسه اليوم يعني الصبح جيتوا من الاهواز الى هنا سيارات؟ اي سياراتي انا. بس مشيتوا من النجف الاشرف؟ اي من النجف الاشرف. نعم. صار لك كم سنه تجي بزياره الاربعه؟ والله هاي اول سنه ورحمه من الله. اول سنه تجي بيها؟ والله كبيت عسكريتي السنه وجيت. الله الله يحفظك. بالتوفيق يا رب. اول سنه شفت انت، يقول لك اللي يسمع غير اللي يشوف. ابداع، اعجاب، يعني اليوم العراق اهل الغيره والكرم. يعني اول ما كنا والله صدق يسولفونا بس ما نصور هيك، اليوم ويانا هنا شفنا بعيوننا، بعد شفنا العراق ايش قد عظيم بغيرتهم وبكرمهم بعزوبيتهم. يستاهلون عزيزي، واحنا بخدمتكم. الخدمات شلون؟ والله رحمه من الله كلهم. نيتوا من شيء ويانا اصلا وابدا؟ أه. بكل شيء ما قصروا ويانا. ممتاز. هسه انت متجه الى كربلاء؟ الى كربلاء. بعد ايش قد توصل تقريبا؟ ان شاء الله احنا بعمود 286. أي. ان شاء الله بعد حد باشر عقب ما نوصل ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقك. ممنون بعد روحي. اقول لك اهل الاهواز عندهم هوسات حلوه بترحيب بالزياره. نريد هوس. هوس اخوني هوس. يلا وينكم؟ اهل الاهواز ماكو واحد يسوي لنا هوسه حسينيه. يلا يلا يلا. السلام عليكم. الله يخليك. شلون صحتكم؟ لبيك يا حسين. العالم حتى يشوفوك اهلك. نعم. الله يخليك. صحتك شلون؟ يا اذاعه. احنا قناه الايام الفضائيه. ايام الفضائيه. طيبين ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا لكم. من وين؟ من الاهواز. احنا من الاهواز. ايه؟ احنا من منطقه كيان بارس.
كيا مبارس اهواز. نعم الله يحفظك. الله يحفظك. هاي اول سنه تجي؟ لا هاي ثاني سنه بس العيال اول سنه تجي معاي. يعني انت اللي جربت اول سنه وجبت لها. اي نعم صحيح. الله يحفظك. الله يحفظك. شلون الاجواء؟ الحمد لله يعني تبشر بالخير وما قصروا اهل العراق كلش طيبين واشراف وما يقصرون ونكفوا ونعمين بيهم. الخدمات شلونها؟ الخدمات يعني ما تنوصف. ايش قد ما السكن الحمد لله بس يعني شوي مي ماكو بعض المواكب. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير بس يعني على كل طيبين والحمد لله قايمين بالواجب. خلي اسالك سؤال. تفضل. يعني اليوم خلي اشوف نفسي انه اني ما مرتبط يعني بالقضيه الحسينيه وما عندي معلومات عنها فرضا صحيح. وهذا الشيء حقيقه يعني لا انه ما يصير. نعم. اريد اسالك سؤال. اجواء حاره. نعم. ووصلت الاجواء 48 و46 شنو الخلاق تجي من هناك لهناك على مود الامام الحسين؟ عشق الحسين وانا 9 سنوات رادود الحسين. سمعنا شيء. يعني انفاسي ما تجري اذا ما اجري على طريق الحسين. يلا. على يعني شنو تحب اسمعك؟ هوسه اهوازيه. هوسه اهوازيه. قصيده بكيفك. هوسه. هوسه اهوازيه. يلا. قول قمر عدنان يوم اغتاظ وقال لي يوم ارفع راس. أنا ابن الحيدر الكرار سبع القنطر الفراس. والنعم. صارت معركة صفين. ايه؟ يوم الحارب العباس وصف الموتى مراق الشط. قمر ايه؟ عدنان. عيدها عادي. أعيدها عادي؟ عادي على راح. عادي؟ قمر عدنان زينة بباب المخيم. ايه؟ جت لأخوها مقبعة وانتخت ليش أبو فاضل ما يهد على المشرعة. قالها عد عيناتش يا اختي وانا عيدي المصرعه ويم زينب ما نقبل عيله يم زينب ما نقبل عيله يم زينب ما نقبل عيله يم زينب منك صح لسانك انا بخدمه ربي يوفقك وتوصل بالسلامه الله يخليك الله يحفظك بدو الامرك السلام عليكم شلونك خواتنا الله يحفظك من وين من العماره من العماره اهلنا بالعماره شلونكم الحمد لله شلون جيت من العماره للنجف مشي لو سيارات لا من النجف جينا مشي جيت من العماره سيارات للنجف اي اي كم سنه شاركين بالاربعين 10 سنين 10 سنوات وياك منو انا بنت وياي اول سنه ربي يحفظكم الله يخليك يعطيك العافيه الله لكم الاجر الله يخليك شلون هالاجواء شفتيها والله الحمد لله والشكر الحمد لله خدمات كل الزينة والله وماكو تعب يقول لك العمارة فرغت هاي العمارة فرغت كلها جت بعتي والله الحمد لله والشكر والله سهل أمركم مجوري الله يخليك تسلم الله يخليك السلام الله يحفظكم بين الأهواز وبين محافظة ميسان وبين كثير من المدن والله لو عدد المدن اليوم المشاركة مو دول المدن لا أوصل إلى مئات المدن يعني أنا خاصة من الأمس موجودين كادر قناة الأيام الفضائية في طريق لبيك يا حسين يعني من المنامة ومن الرياض ومن جدة ومن المدينة المنورة ومن مكة ومن أصفهان ومن طهران ومن النجف ومن البصرة من اسطنبول من دمشق من بيروت من كثير من المدن اليوم هذه خاصة المدن المنطقة فالحقيقة اليوم لما نتكلم على الحدود وخلافات سياسية وغيرها اليوم كلها تنصهر وتلغي بحب الإمام الحسين عليه السلام وهذه بركة عظيمة وبركة مباركة شلونكم؟ إن شاء الله بخير الحمد لله أنت من وين؟ أنا من النجف أنت قريب أنت؟ نعم إحنا عندنا موكب من هنا أنت تعتبر من عندنا الله يخليك شلونك؟ الحمد لله شلونك؟ عندكم موكب؟ عندنا موكب شو اسم الموكب مالك؟ كسبة الطحين شو اسمه؟ كسبة الطحين. كسبة الطحين. نعم. شو اشتغلت هناك بالموقع؟ نقدم نزرمون البوتيتي مثل طماطم. شو تقدمون للزوار؟ قدم يعني أكل الماي الشيء الطيب الفواكه. جيد. ما شاء الله. أكو مبيت يومكم أيضا؟ موجود مبيت. ما أنت شنو ترجع للبيت ترتاح لو تظل بالموقع؟ لا ظل أبغى تخدم زوار. متعب هذا عليك؟ لا متعب. والله. الكادر مال الأيام حيجون يباتون يمك. يمه؟ احنا التصوير كله اهلا وسهلا بكم لا والله زين يعني الحمد خدمات لله. زينه الحمد لله زين هذا مو تعب عليك لا يا بخاف انا اقعد بالبيت وعوف الخدمه لا ليش نقعد بالبيت جوار عشان ما ياكلون شلون ما تقبل ما اقبل ابد وهاي ظل طول عمرك هي والله شلون خاف اهلك جبروك انه تخدم لا هذا شيء عليهم اهلهم يقولون اذا تيجي تروح تروح ايه؟ كيفك انا قلت لهم لا اروح اخدم زوار ابو عبد الله ان شاء الله الله يحفظك شو اسمك قاسم ياسر بالاول المتوسط نعم. ربي يحفظك ويوفقك ان شاء الله نلقاك ناجح ان شاء الله الله يخليك الله يحفظك تعال تفضل اهلا وسهلا الله تعال هنا تعال هنا شلونك الحمد لله الله يخليك من وين من اهواز من الاهواز ما شاء الله هواي هنا اهواز اي شلون الطريق
تمام، كلش الجو تمام، الأجواء تمام، والحمد لله على هاي الخدمة، والحمد لله على يعني صداقة إيران والعراق، إن شاء الله كنا أخوان، وخدمة العراقية أخواننا العراقيين سببت هاي الناس كلها تجي. والله لو ما خدمتكم ما كانت، كان الناس ما قدرت تجي. هذا واجب علينا، هاي بركات الإمام الحسين الله يخليك. سمعنا بمواقع التواصل الاجتماعي إنه صار أزمة بالسيارات بنقلكم، لو زين الأمور. لا والله الأمور طيبة والحمد لله كل شيء تمام، وين ما نروح أخواننا العراقيين يخدموننا ويكرموننا ويحيون بينا، والحقيقة باذلين أموالهم أولادهم وكل شيءهم للحسين. كل هاي ببركة الإمام الحسين. صدقني لا من اليوم من الشعب العراقي، وأنا جزء اليوم من الشعب العراقي، مو مني، هاي بركات الإمام الحسين، وأنتوا وإحنا نأخذ من هذه البركات. أي والله الله يخليك. الله يسلمك. الهوازين معروفين بالهوسات، وقالوا لنا هوسة عندك هوسة. لا تقول ماكو. لا هسه يعني قصيدة شعر عادي تناسب هذه القضية. والله ما أنا حاضر. يرجع للأرشيف ماكو. لو فارسي هم أقدر أسولف وأشكر من الجماعة. الله على راحتك بكل اللغات تفضل. حتى يسمعون هم موجودين. ما برادرای إيراني از برادر عراقي تشكر میکنیم. خیلی به ما لطف داشتن. از خود مرز ما رو تکریم کردن. به ما محبت داشتن. ما رو تو خونه هاشون بردن. و واقعا در به اصطلاح معنی به واقعی معنی کلمه اموالشون و اولادشون خانواده هاشون رو در اختیار در واقع زوار گذاشتن، و انشالله همین قضیه باعث بشه انشالله شرایط عراق از این که هست بهتر بشه، از بحث برق، از بحث امکانات، و خیلی ما برای عراق و ملت عراق دعا میکنیم که انشالله از همه نظر اوکی بشه. شکرا جزیلا، فرصه سعیده. الله يسلمك. طبعا كل التحيه والشكر لكل الاخوه بالكنترول على الترجمه الفوريه. حقيقه المختصر الحديث انه يشكر الشعب العراقي اللي حقيقه ضحوا باموالهم باولادهم من اجل خدمه الامام الحسين، وهذا حقيقه الشيء يعني لوحظ من قبل جميع الزائرين من مختلف الدول. تفضل. سلام عليكم. الله يخليك. نتعرف بي. سعيد سيلاوي من الأهواز. من الأهواز؟ وين من الأهواز؟ من الحويزة. من الحويزة. غريبة على العراق. إيه غريبة على منطقة العمارة. إيه غريبة. ما شاء الله أكو هواي عشائر نلقاها بالعمارة موجودة بالأهواز. نحن أخوة. إيه. بس الدول هي يعني كل من ودولته بس من نظر واحد. بس حب الإمام الحسين. إن شاء الله هاي المسيرة الموجودة حب الحسين هو اللي يجمعها. ما هي بس إيران أو العراق، دول أفغانستان، باكستان، كل الخليج، وإن شاء الله حب الحسين هو موجود وكلها الشاهد. الله يحليه. إيه. ويا من جاي هالسنة؟ أنا وابن عمي. أبو محمد. أكو هوسة هوازية. والله هوسة هوازية يقول إذا طق بينا عرج الغيظ نحط على الجرح جمرة ونفزع بشيمة العباس وناخذ بثار أي شهيد استشهد هنا، إن شاء الله ناخذ بثاره إن شاء الله بحيل الله وخدمتك. الله يخليك. الله يخليك. شكرا جزيلا. الصورة تكفي وتكفي من ألف تعليق وألف حديث. هذا الحب المتجذر الحسيني، يعني زيارة نقدر نقول أربعينية الموسم السابق كانت بأجواء جيدة نوعا ما، اليوم احنا بأجواء حارة وما شاء الله العدد أكثر وأكثر. وين القال؟ هذا حسين وانا حسين، هذا حسين باقي. انت سئلك وين؟ وين كل واحد عاد اليوم المسيرة الأربعينية من جلاوزة النظام البعثي من سنة 1991 بزمن الانتفاضة الشعبانية اللي قال له وين؟ أنا حسين وانت حسين، هذا حسين باقي. انت سئلك وين؟ انت وأهلك وعائلتك وكبيركم إلى مزبلة التاريخ لكل من يعاد القضية الحسينية. أحبة المشاهدين باقين ومستمرين بهذه التغطية المباشرة، ابقوا ويانا. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى زوار الحسين وعلى شيعة الحسين ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم من قناة الأيام الفضائية وهذا البث المباشر الحي من منفذ الشلامشة الحدودي
أقصى شرق مدينة محافظة البصرة. هذا المنفذ الذي يعج بالحشود الزائرة والوافدة من قارة آسيا ومن الدول المجاورة والقريبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية يتوافدون عبر هذا المنفذ بحيوية واندفاع نحو قبلة المعشوق الأبدي الإمام الحسين. السلام على محمد وآل محمد، السلام على الحسين وعلى آل الحسين. هذه الحشود جاءت من أجل المشاركة بأربعينية الإمام الحسين وأهل بيته الذين قتلوا في كربلاء المقدسة. نبقى وإياكم والساعات المقبلة القادمة وهذه اللحظات وهذه اللقطات وهذه المشاهد وهذه الشعائر التي تنقل إليكم مسيرة العشق، مسيرة الأربعين الخالدة. مرافق عديدة نتطرق إليها، أمور ومواضيع نتكلم عنها. ما هي الخدمات؟ وما هو شعور الزوار؟ وماذا يعمل محبي أهل البيت لزوار أبي عبد الله الحسين من منفذ الشلامشة؟ تحية طيبة لكم مشاهدين الأكارم عبر هذه الشاشة المباركة من البصرة من الشلامشة. ابقوا معنا والساعات القادمة وما تملأ هذه الأوقات من شعور روحاني وحسيني. لبيك يا حسين. تحية طيبة لكم أعزائي مشاهدي قناة الأيام، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. وافيكم الآن من أمام بوابة منفذ زرباطي الحدودي، وهو واحد من أهم المنافذ الحدودية في البلاد، حيث مئات الآلاف من الزائرين الإيرانيين يتوافدون منذ أيام باتجاه كربلاء المقدسة لأداء زيارة الأربعين. لحد هذه اللحظة تم دخول أكثر من 600 ألف زائر إيراني عبر هذا المنفذ باتجاه محافظة واسط ومن ثم إلى كربلاء المقدسة. خلال يعني 24 ساعة الماضية تم دخول فقط خلال 24 ساعة الماضية 200 ألف زائر. من المتوقع وبحسب هيئة المنافذ الحدودية أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 3 ملايين زائر إيراني. بالنسبة للزائرين الأجانب تم تحويلهم إلى منافذ الشيب والشلامشة، أما هذا المنفذ زرباط الحدودي فقط يتم دخول الزائرين الإيرانيين عبر هذا المنفذ. بالنسبة للجهد اللوجستي في المنفذ يعمل على مدى 24 ساعة، المنفذ مستنفر بكافة طاقاته على الصعيد يعني العناصر من العناصر الأمنيين والمدنيين تم مضاعفة هذا العدد. بالنسبة لحاسبات استقبال الجوازات أيضا تم مضاعفة هذا العدد بالنسبة للحاسبات. فيما يخص يعني الأمور اللوجستية الأخرى للمنفذ تم تعبيد جميع هذه الطرق قبل شهرين من الزيارة، وأيضا توفير يعني أعمدة الإنارة وأيضا المسقفات وأيضا يعني بخاخات الرذاذ للمياه من أجل ترطيب الأجواء داخل المنفذ الحدودي من البوابة الإيرانية وحتى البوابة العراقية على طول 1 كيلومتر. طبعا لا يستغرق عبور الزائر أكثر من 10 إلى 15 دقيقة هذه المسافة اللي هي ما بين الحدود الإيرانية والحدود العراقية. في السنوات الماضية كانت يعني الوقت يستغرق أكثر بسبب أنه رداءة الطرق داخل المنفذ وأيضا قلة عدد الأجهزة. هذا العام يختلف اختلاف جذري على صعيد النقل أيضا، يعني هنالك باصات من جميع المحافظات هنا في المرآب، يعني ربما من بوابة المنفذ وإلى المرآب قرابة 200 إلى 300 متر. هذا المرآب كبير جدا وفيه عدد كبير من الباصات. جميع هذه الباصات تعمل أيضا على مدى 24 ساعة، بعض هذه الباصات لهيئة النقل العام وبعضها باصات خاصة أيضا تقوم بنقل الزائرين من المنفذ باتجاه كربلاء المقدسة، وأيضا بعض الزائرين يذهبون إلى محافظة بغداد يعني للإمامين الكاظمين وأيضا للعتبات المقدسة في سامراء. أغلب الزائرين الآن يتجهون إلى محافظة بغداد. خلال الأيام القادمة يعني الوقت سيكون ضيق يعني من الأيام القادمة إلى الزيارة، فيذهب الزائرين إلى محافظة النجف، يذهبون من محافظة النجف سيرا على الأقدام إلى محافظة كربلاء المقدسة. بالنسبة للجانب الأمني في المحافظة، هيئة الحشد الشعبي وعمليات واسط الخاصة بهيئة الحشد الشعبي قامت بنشر العديد من المفارز على طول طريق الزائرين، مفارز أمنية تقوم بتأمين طريق الزائرين وأيضا تقوم بتأمين المواكب الحسينية حتى ساعات متأخرة من الليل. أيضا يعني قيادة شرطة واسط قامت باستنفار 3 أفواج طوارئ يعني تابعة لقيادة شرطة واسط أيضا تقوم بالاشتراك بالخطة الأمنية لهذه الزيارة. أيضا يعني حرس الحدود موجود هنا في المنطقة الحدودية يعني على طول الشريط الحدودي. أيضا يعني شرطة الطاقة يعني تم رفد المحافظة بعناصر من شرطة الطاقة لتأمين الطرق الخارجية. أيضا
ايضا يعني دائرة المرور في محافظة واسط قامت بنشر مفارزها على طول طريق الزائرين، وتم تحديد سرعة يعني العجلات بالنسبة للباصات الكبيرة التي تقل اكثر من 20 شخص تكون سرعتها فقط 80 كيلومتر، اما العجلات الصغيرة تصل السرعة الى 100 كيلومتر. اكثر من هذه السرعة تسبب يعني خطر حدوث حادث وايضا يعني وقوع اصابات او يعني حالات وفيات، ايضا يتم تغريم السائق الذي يعني يسير بسرعه عاليه. فيما يخص المنفذ الحدودي كما ذكرت لكم يعمل على مدى 24 ساعه، هنالك يعني ربما تظهر في الصوره هذه الخيمه الصغيره، هذا يعني هو مستشفى متنقل تابع لقسم الطبابه لهيئه الحشد الشعبي، تم نصب ثلاثه من هذا المستشفى، واحد في منفذ زرباطيه والاخر في مركز مدينه الكوت والثالث في منطقه المالح، الحدود الاداريه ما بين محافظه واسط وبين محافظه بابل. هذه المستشفى التي هي تابعة لهيئة الحشد الشعبي أيضا تعمل على مدى 24 ساعة وتقدم الخدمات الطبية للزائرين. أيضا هنالك أكثر من 15 مفرزة متنقلة لهذه المستشفيات أيضا منتشرة من جنوب المحافظة، حدود مدينة الكوت باتجاه محافظة ذي قار، وأيضا حدود مدينة الكوت باتجاه محافظة ميسان، وأيضا باتجاه يعني محافظة بابل لا شك في ذلك. فيما يخص دائرة صحة واسط قامت بنشر أكثر من 80 سيارة إسعاف على طول هذه الطرق، شبكة الطرق الرئيسية وأيضا الطرق الفرعية والنيسمية، بعض الزائرين يسلكون هذه الطرق. أما يعني هناك أكثر من 200 مفرزة طبية ثابتة لدائرة صحة واسط. على الصعيد المواكب الحسينية، هناك في محافظة واسط أكثر من 2500 موكب حسيني اشتركوا في هذه الزيارة. أيضا هذه المواكب منتشرة على الطرق الرئيسية في المحافظة، طريق كوت ناحية شيخ سعد باتجاه ناحية على الغربي محافظة ميسان، وأيضا كوت قضاء الحي باتجاه قضاء الفجر باتجاه محافظة ذي قار، وأيضا من هذه الطرق من الكوت باتجاه محافظة بابل عبر قضاء النعمانية، وأيضا يعني بعض المناطق التي تقع شمال المحافظة كمحافظة كقضاء العزيزية والصويرة، هذان القضاءان الكبيران الزائرين يعني يذهبون عبر طريق برينج باتجاه يعني ناحية المسيب أيضا شمال بابل، ويدخلون من هذا الطريق باتجاه محافظة كربلاء المقدسة. كل هذه المواكب الحسينية ما يقارب 2500 موكب كما ذكرت لكم أيضا تعمل على مدى 24 ساعة وتقدم الخدمات يعني للزائرين من الطعام والشراب وأماكن الاستراحة. بعض هذه المواكب الحسينية و بحسب هيئة بحسب يعني ممثلية الشعائر والمواكب الحسينية أكدت لنا أن أكثر من 450 موكب حسيني من محافظة واسط نصبت أصلا في محافظة كربلاء المقدسة تقدم الخدمات هناك للزائرين العراقيين وأيضا الزائرين الأجانب. في المنفذ الحدودي يعني هنالك موكبين رئيسيين، الموكب الأول هو العتبة الحسينية المقدسة والآخر هو العتبة العباسية المقدسة. الموكب الذي يخص العتبة الحسينية المقدسة يقوم بتقديم أكثر من 30,000 وجبة طعام يوميا على مدى 24 ساعة، وهنالك 6 وجبات خلال هذه الـ 24 ساعة، 6 وجبات يعني 6 أوقات لتقديم الطعام، لكن عدد الوجبات هو أكثر من 30,000 وجبة بالنسبة للعتبة الحسينية. أما العتبة العباسية المقدسة تقدم من 10,000 إلى 12,000 وجبة، أيضا وجبة طعام على مدى 24 ساعة. فيما يخص يعني المواكب الحسينية أيضا هنالك مواكب من خارج محافظة واسط من محافظة بابل وأيضا من محافظة بغداد، أيضا قامت بنصب مواكبها هنا في محافظة واسط وتقدم الخدمات للزائرين على مدى 24 ساعة. كما ذكرت لكم هذا هو يعني الموقف في محافظة واسط وبالتحديد في منفذ زرباطية الحدودي. أترككم الآن وهذه اللقطات المباشرة لعملية دخول الزائرين المستمرة وهي على مدى 24 ساعة في محافظة واسط. المباشرة الميدانية لشبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية، وكما تحدثنا قبل قليل شبكتنا متواصلة ومنتشرة على مفترقات الطرق مداخل العراق زرباطية شلامشة، وفضلا عن محافظة النجف الأشرف اللي يعتبر منفذ جوي، وأيضا زميلي أيضا زملائي منتشرين في بداية كربلاء في مدينة كربلاء، وهذه شبكة المراسلين تعطيكم الصورة الموجزة الوافية عن المسيرة المليونية المنطلقة نحو كربلاء المقدسة، ومستمرين وياكم بهذه التغطية وأجواء وننقلكم صور مباشرة لهذه المسيرة المليونية. مشاهدي الكرام، نواصل كلامنا بأنه الخادم والمخدوم صنوان لاستمرار وديمومية هذه المسيرة الراجلة المتجهة
نحو الحسين عليه السلام. الكل يعبر عن ما بداخله، الكل يعبر عن حبه، الكل يعبر عن هيامه، الكل يعبر عن ما يكون لديه. السلام عليكم حج عماد. عليكم السلام. الله لنا ولكم الاجر. الله يحفظكم. صار سيدي يوم نائب الضيم ابا عبد الله الحسين عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وال محمد. الان نحن في طريق يا حسين ونشاهد هؤلاء الجمع الغفير الملايين، يعني حقيقه مسيره مليونيه زوار الحسين ذاهبين الى كربلاء الفداء. فهاي الناس كلها قاعد تمشي الى الامام الحسين وتوصل الى الحسين، وان شاء الله الكل ماشيين على نهج الامام الحسين، لان الامام عليه السلام خرج لاجل الاصلاح، وان شاء الله يتحقق هذا بفضل جهود كل هاي الناس من مشاة الى اصحاب مواكب الى خدمات تقدم الى الناس جميعا، وان شاء الله صلى الله القبول منا ومنكم اجمع. حج عماد، صار لكم كم يوم ناصبين موكوكم؟ والله احنا تقريبا اليوم لنا اسبوع. اسبوع راح نبقى الى يوم. سنويا متعودين من يوم 5 صفر ننصب مواكب تقريبا، هو هالشكل. واحنا قاعد نقدم يعني وجبات طعام وماي ومرطبات وبالليل هم، يعني احنا نستمر نوزع من المغرب للصبح. قبل قليل تحدثت قلت الخادم والمخدوم، الزائر وصاحب الموكب، ذو اثنيتهم ما شاء الله هنيئا لهم الثواب. الحمد لله. وهم ذولا ديمومية هذه المسيرة. أكيد. لولا الدعم اللوجستي لخدمة المواكب الحسينية. أكيد. يمكن هالمسيرة تتعرض للكثير، ولكن ما شاء الله شاهدنا اليوم أكو مواكب. أكو يعني اكو تقريبا نقول حرب عالمية على هذه المسيرة، ولكن بالمقابل الحمد لله يعني شيعة امير المؤمنين وخدام الحسين وقفوا سد منيع امام هاي الهجمة الشرسة، وخاصة من الغربيين والمستشرقين، ويحاولون ان يبثون الافكار النشاز والمنحرفة مثل المثلية والجندرية وغيرها وغيرها من هالسوالف، ولكن هذا يعني العين تتكلم، شاهد هاي قدامنا بدون ما احنا نحكي، نشوف هاي الملايين من دول المجاورة والعراقيين زحفوا من جنوب العراق الى ان يوصلون الى كعبة المؤمنين. ايضا استاذ عماد، حقيقة عندما اتحدث مع جنابكم الكريم اصحاب الشهادات العليا، الاساتذة، اصحاب الفكر، ويخدم في موكب ويحاول ينشر الفكر بين الشباب، حقيقة هذه افكار السامية والمبادئ الحسينية بين الشباب، هو اليوم هذا هدفنا. احنا يعني نحاول جهد الامكان، مو بس نقدم خدمة اكل، وانما حقيقة قاعد نقوم بدور توعوي للولد، كلهم شبابنا شاباتنا، نحثهم يعني نقول لهم الحسين خرج للاصلاح، نحثهم على الصلاة على الصوم على كل شيء، لانه صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المهم احنا نوعي في جميع الاتجاهات ونخاطب الناس على قدر عقولها، كل من حسب ما يستوعب من عده، من اجل اكمال هذا الطريق اللي مشى الامام الحسين به ان شاء الله. احسنتم حج عماد، استاذ عماد الغالي، حقيقه عندنا غبطه في نفوسنا عندما نشاهد جنابكم الكريم، امثالكم هم من اصحاب المواكب، اصحاب الفكر والوعي. اليوم الحسين زاده هو التقوى، هذا الطريق، هذه المسيره. اتقاكم فعلا. فعلا فعلا هم الناس كلهم، قلت لك يعني هذا موضوع عقدي، يعني هذا لو ما عنده عقيده ما يجي يقطع مئات الكيلومترات ويجي يمشي ويتعب ويتحمل هاي درجات الحراره الخمسينيه والعطش والضيم، وهذا لو ما عنده مبدا وعقيده مؤمن بها، فهو الموضوع عقدي. والحمد لله انه هاي قاعد تشوف انت، يعني اليوم 10 مو اعتقد بصفر 10 اليوم صفر، وهذا الزخم، هذا الزخم كان كل سنه من يوم 13 14 فما فوق، بينما هالسنة احنا قاعد نشوف يعني ما شاء الله. مشاركة الشباب ايضا هذا يزرع في النفوس الثقة، هؤلاء هم جنود الامام المنتظر عجل وتعالى فرجه الشريف. ان شاء الله، احنا قلنا موضوع عقدي، يعني قاعد ينطلقون من عقيدة مو اعتباط هذا المشي، هذا اسس له من زمن طبعا ابائنا واجدادنا، وقلت لك الموضوع عقدي، اللي عنده عقيدة يستمر في تحقيقها ومهما تكون المصاعب والمتاعب. كل التوفيق حج عماد، كل التوفيق إن شاء الله لكم في خدمتكم في ما تقدموه لهذه المسيرة المليونية. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، مثل ما التقينا قبل قليل مع حج عماد، ونلتقي مع الزائرين والشاهدون خلفي، ما شاء الله الزخم في هذه النقطة هي نقطة الانطلاق، يعني بعد 5 كيلوات عن النجف الأشرف و80 كيلو عن مدينة كربلاء، نقطة الانطلاق نحو كربلاء، طريق يا حسين مستمرين. وإن شاء الله احنا يعني أخذنا عهد بيننا وبين أنفسنا يعني نحاول قدر الإمكان يوميا
نتقدم الى مدينه كربلاء باتجاه مدينه كربلاء على طريق يا حسين، نواكب المسيره. هذه الايام مثل ما شاهدون اليوم اغلب الموجودين هم من اخوتنا من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ومن باقي الدول، وابناء البلد المضيف لحد الان ما انطلقوا. ليش؟ لان يقولون احنا اهل المضيف، احنا المعزبين، المعزب خو ما يعرف الديوان مالته وينطلق، لا يبقى يستمر لاخر زائر ومن بعدها يواصل المسير. فلهذا تشاهدون ان اصحاب المواكب، التقينا قبل قليل اصحاب المواكب البعيده مثلا مدينه البصره اللي انتهت الزياره يعني مسيره من يومهم، فيتحرك باتجاه هذه المناطق، يسير الى كربلاء على هذا الطريق ومن ثم ينصب موكبه وين؟ قريب كربلاء، اقرب نقطه الى كربلاء يقدم الخدمات. الكثير اليوم ايضا من الخدمات تقدم في هذا الطريق، يعني مثلا الاخوان هنا جايبين التمر اللي استوى نازل، استوى نازل التمر، ما شايف يقولون وجود انسان يقول له ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هكذا فينفقون اغلى ما يمكن، اللبن مسويه البارد والتمر، وقسم تلقى العصائر، وقسم تلقى الشراب، تدري الاجواء حاره، والزائر يمشي على المسافات يحتاج الى مرطبات، يحتاج الى سوائل، وهذا ما وصلت عليه دائره الصحه بانه يكثرون من السوائل، ولكن الشرط من المواكب الموثوق بها، مو من اي واحد تقدر تاخذ. هنا ما شاء الله اصحاب المواكب كلهم من الثقات ومن المسجلين لدى هيئه المواكب، وهم ذولا اللي يقدمون هذه الخدمات. نرجع ايضا الى موضوع الاخر، ألا وهو المسيرة الحسينية وطريقة هذه المسيرة وأهداف هذه المسيرة وما تقدم إن هذه المسيرة من دعم تعبوي للروح والضمير والعقيدة. عندما تسير على طريق القائد وتشاهد القائد مالتك هو الشهيد والقدوة مالتك هو اللي قدم كل شيء، فأنت أكيد يكون عندك إصرار على السير بطريقة، إصرار في الثبات، إصرار في الوصول إلى هذه المسيرة. لهذا نشاهد مسيرتنا مسيرة عنفوانيه. طه يقول لي بقالك دقيقتين، مو اشكال طه، دقيقتين مو اشكال. فاحنا مستمرين، وعندي سرمد ايضا من المصورين الافذاذ، وعندنا اخوان من الدنمارك، يمكن مو تعال يمي هنا، تعال يمي، تعال يمي. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. الله يقوي حيلك. رحم الله بيك. انت من الدنمارك؟ انا فنلندا. فنلندا. الله يخليك، رحم الله بيك. يعني انت اول مره ما رديت تجي تسولف. رحم الله. ولكن تدري احنا هاي طريقتنا نوصل صوره. الهدف من عندها اليوم الشباب اكو حرب ضدهم، فنريد نبين شبابنا ابناء الحسين اللي ساكنين في ارض الغربه، في ارض اللي تحارب الحسين، ولكن كلهم اصرار على السير على مبادئ الحسين. اليوم انت جاي لهنا انا وزور الحسين، يعني جايين هم خدمه وهم ان شاء الله نمشي مشايه الطريق لابا عبد الله الحسين. اشكرك. ما يهمك، كل شيء ما يهمك، يبقى الحسين في قلوبنا. وشلون ترجع لفنلندا انت تقول لك صور الحسين؟ شو تقول له؟ يعني هاي انا دائما اصور للاهل هناك واراويهم يعني هاي المشايل. عندك اصدقاء هناك؟ اي عندي خير ناس. تتحدثون عن العقيده الحسينيه، مبادئ الحسين؟ عندنا عمات مواكب هناك احنا. ما شاء الله. الله يسلمك. احنا هذا نتحدث عنه، شبابنا هم شعله نشاط يستمدون من قيادتهم الحسينيه الثوره والتضحيه والاباء والاصرار، ويوصلون في قلب الغرب لغرس المبادئ الحسينيه. الله يوفق الجميع. الله يسلمك. كل التوفيق. لا تنسانا لما توصل بالدعاء والزياره. طه ايش قد بقى عندي؟ طه يقول لي هذا هو. وايضا لدينا انتقاله لشبكه المراسلين، فنشوف منهم من جماعتنا جاهز. فالى هناك. مشاهدين، وهذه الجموع الكبيره جدا من زائرين ابا عبد الله الحسين عليه السلام. انا طبعا محضر معلومات اتكلم لكم عن بعض الاخبار اللي قاعد توصل من العتبات المقدسه، عن ارقام، عن تقنيات، عن امور، ولكن كثافه الزائرين ويريدون يوصلون رسائل مهمه الى كل شيعه علي بن ابي طالب بهذه المناسبه الكبيره. السلام عليكم. السلام عليكم. من ايران؟ من ايران. من ايران؟ من ايران اومدم. اشهد قوم. اونایی که ایرانیان هم خوب گوش کنن، من نمی... آفرین. من احساس میکنم شبکه های عراق، ایران، این پوشش جمعیت رو خوب فیلم نمیگیرن که تحویل ایگول ایگول حسن لی اذاعات ما صورن کامل های المشای و های زوار وسيعة ما يقدر يسوون هي أكبر من عدد القنوات. أكبر إيه أكبر. إن عشق بحسين وبايد پوشش بدن برای تمام دنيا. نعم. هم إيران ضعيف عمل كرده، هم عراق، مخصوصا عراق.
بعد با هليكوبتر با الازود يكون طياره وطيران يصورون هاي يكون ازود يبحثونها ازود يشوفون عالم اللي زوار الحسين شو سوى جاي بدن شبكه ها هيف این همه جمعیت از همه جای دنیا میان اینجا زحمت میکشن بهش خواستی های جمعیتی و ما حدی ما قل هناك سيارة قناة الأيام خلي يشوف الشاشة بها أكثر من خمسة وستة وسبعة أماكن. ميجا الآن شبكية الأيام ونجا هاست شاندين وشاندين جا داره انجام میده همه پوشش رو انجام میده اونجا. آفرین ما الان تکنولوژی پهپاد داریم. نعم. پهپاد داریم برای فیلم گرفتن. چرا این کارو نمیکنن؟ انجام میدن. یقول هست طیاران الصغيره اللي يصورون فوق يقول هاي يكون بهاي وتصور الناس. ان شاء الله موجوده. احسن احسن. به نمایندگی از همه اونایی که اومدن پیاده روی از مردم عراق تشکر می‌کنم. یشکرون من اهل العراق. یشکرون. يقول ما مقصرين اي والله اي. عالی بودن يعني صلوا على محمد الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله ما نقصر بتا ذيك طيارة ذيك طيارة الله خير لبيك يا حسين لبيك يا حسين طبعا حبيت المشاهدين الزائرين أيضا عندهم حقهم ملاحظات على تصوير الله يحفظك ويانا مترجمنا والزائر من الأهواز شلونك إن شاء الله الله يحفظك الله يعزك من وين من محشور محشور هاي وين بالضبط يعني شو نواحي ضواحي الهواز محطات نوازي اها جيد شلون جيت لهنا؟ جيت على حدود شلامشة وكلش بدون ازدحام بدون ممتاز قالوا سيارات ماكو لا, لا 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 والله لا سيارات موجودة وبدون تعب والحمد لله نعمة فضيلة وصلت للنجف ايش وقت؟ وصلنا العصر الساعة بالأربعة يعني اليوم لا امس وصلنا واستغرينا من النجف اليوم مشينا بعد يد توصلون كربلاء ان شاء الله باشر جت الاخرى ان شاء الله باشر جت الاخرى شنو اللي عجبك بهذه السنه الجموع المليونيه يعني هم ما تحس انه فرق هذا ايراني هذا عراقي هذا سعودي هذا باكستاني والله انا قلت لهم بالطريقه قلت لهم احس هم النساء اخواتي وهم الزلم اخواني يعني ناس تمشي حتى ما شفت نفرين هيك تدافعون لو يحكايا والله ابو الحسين يا الجامحه اذا دفعك بالغلط يعتذر يا خليه هيك حب الحسين ابو الحسين اي والله ممنون ورب ماكم مقصرين اهل العراق ماكم مقصرين الله يحفظك خدمتك ممنونين وان شاء الله الحسين يحفظكم يحفظكم ويتزديكم ربي يخليك وعلى راسي ممنونين عندكم في امان الله في امان الله شلونك حجين شلونك بعد سلام الله يخليك نتعرف باسمك علي جبار من وين من محافظه ميسان قضاء المجر الكبير والنعم من ميسان نصلك الله يحفظك الله يبارك شلون هالاجواء التعب طريقك ولو شلون اجيت موجود بس اجواء حسينيه والزوار حسينيه واجواء كلش يعني كلش مباركه حتى اللي يعتذر منك او يطقك بالغلط يعتذر منك بصوره صحيحه الاحترام موجود والتقدير موجود الشيء بالمباركه الاحترامه والتقديره والخدمات خير من الله وكلها مباركه يعني مباركات الامام الحسين كلها مباركه ربي يخليك اللهم صلي على محمد ميسان فرغت هسه يقول لك ميسان فرغت من الغابات ولحد الان زوار ماكو زوار موجوده وخدمات موجوده نعمه مباركه السنه يعني سنه على سنه زوار ابو عبد الله تتجدد يخليك ويا من جاي احنا وجماعتنا وياي ابن اختي وابن اخوي وصديقي الله يسلمك توصلون بالسلامه من محافظه البصمه حياها الله تعال البصمه الله يساعدك كله مشي كله مشي 12 محافظه البصمه بديت من البحر لا مو من البحر منين بديت من محافظه المعقل من المعقل وكله مشي كله مشي الطريق خير من الله خدمات وخير من الله ما شاء الله خير من الله شكرا جزيلا الإمام الحسين رب إن شاء الله توصل بالسلامة نسألك الدعاء طبعا أحبة المشاهدين شفتوا السيارة اللي مرت قبل قليل هذا ما صالح للشرب توزع للمواكب مجانا شلونك حجي السلام عليكم أنا من الرازية يا بي أنا كل سنة هاي السنة السابعة يعني الخدمات هاي وعلى قولة واحد هسه جو حار بس عندي بارد الله شاهد يعني فرحة والله العظيم من ارض الاحواز واحنا جونا ويا الاهواز نفس الشيء الحمد لله احنا عم بني مالك والنعم شيله بني مالك والنعم البصره خلاص هذا الهم يومكم هنا الحمد لله صحيح يعني ايه. انا بهاد اللي جيت العراق على الراس حبيبي صحتك شلون قاعد نشوف والله انا هسه مسوي عمل الله شاهد الله يعني عندي فرحه ايه. والله هسه خدامك وياي حلو نعم ويا من جاي
جاي ويا ولدي هذا وليدي. حجينا حجينا خلي اسالك سؤال، الطريق متعب والدنيا حاره، ايش جابك يقول لك هنا؟ باي باي باي. شنو خلاك؟ راح الحسين بعد شبني، حسين. لا والله. والله العظيم. والله فرحه يمتى يوصل؟ قلت الاربعينيه يمتى توصل وامشي؟ الله شاهد عفت البيت وياه. عفتهم؟ من المحمره من الهواز مشي انا. ليش انا بشوصل؟ اهم شيء دير بالك على نفسك. الحمد لله. واهم شيء صحتك. نفسي افديها افديها. ربي يحفظك. حبيبي. تدول عمرك الله يخليك. طبعا الله يخليكم اذا تحبون تعالوا. طبعا حبيبي المشاهدين انا اتقصد اسال الشيبه المباركه او الطفل اقول يا بجابك درجات حراره عاليه اريد اعرف رده فعله شنو؟ يقول لك انا عمري وجسدي وحياتي واهلي ومالي كله فداء الى ابا عبد الله الحسين. شلونكم؟ يعني من وين انت؟ من السلام. وين من السلام؟ من العماره. من العمارة. جيت مشي لو سيارات؟ لا مشي. مشي؟ كله مشي. صارك كم يوم؟ 5 أيام. تعبت لو لا؟ لا والله. انت وين رايح؟ للحسين. للحسين تصيح لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. عاشتيني. شلونك انت اخوه؟ شنو التيشيرت الحلو؟ انت شو صار مني؟ ها؟ شو صار مني؟ ما صار لي شيء. من وين؟ من الموصل بقرية بازوايا. من الموصل؟ ايه. حلو اليوم هسه من محافظة شمالية، من وين من الموصل قلت لي؟ بازوايا. شلون جيتوا هنا مشي لو سياره؟ ايه بالكوستر. بالكوستر وصلتوا للنجف حطلعوني الى كربلاء. ايه حلو. هاي اول مره تجي بالاربعين؟ لا ثالث مره. تعبان لو لا؟ لا والله ما تعبان. كل سنه راح تجي. ايه الله يحفظك ان شاء الله. الله يخليك. سلمنا على اهلك. طبعا ويانا الحجي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ مرحبا. اتعرف بيكم من وين؟ انا من قلعه السكر. ناصريه. ناصريه. تحياتي. الله يحفظك. سلم. مشي لو سيارة؟ لا والله مشي شغله. مشي. صار لكم كم يوم؟ والله احنا نزلنا بالنجف. ايه من النجف. من هناك يعني يوم وصلتوا؟ اليوم. شلون شفت الاجواء الزيارة رغم درجات الحرارة؟ لا الحمد لله وشكر خير من الله والمسير قائم وماكو شيء. وايل اليوم دا يصير تزيد درجات الحرارة دا يزيدون العالم يزيد الحمد لله. سبحان الله. بركات ابو عبد الله. الله يبيتكم هذه الامور ان شاء الله. ان شاء الله ماشي. الله يحفظك. ويا من جاي؟ والله هذا ابني. انت وياه؟ اي والله. الله لا هذا من عمي وياي هم. الله يحفظهم. هذا تعلمه من هسه على الزياره الاربعه ان شاء الله على طريق ابو عبد الله ان شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله. يسلمك رحمه الله حبيبي. الله يسلمك. احبه المشاهدين الاجواء مثل ما قلت طبعا احد الاخبار انه نستثمر هذا انه لان يعني تقريبا كاميرا الايام الان هي وجودنا الان في هذا الموقع هو الاقرب الى محافظه كربلاء المقدس. احنا بين محافظه النجف وكربلاء طريق لبيك يا حسين. انه اعلنت العتبه الحسينيه المباركه استخدام لأول مرة تقنيات الذكاء الاصطناعي بهذه الزيارة المليونية، وأن استخدام الكاميرات سيكون وأنه توفير أعدادهم وهذه المعلومات الأمنية عن طريق وجوه الزائرين وليس أجسادهم. هذا طبعا لأول مرة تستخدم وأيضا يعني من قسم المراقبة في العتبة الحسيني. هاي الأمور راح تخدم الكثير من موضوع الانسيابية العمل الزائرين وغيرها من هذه الأمور. أيضا تخدم القوات الأمنية الجهات المختصة الأمنية بهذا الموضوع. طبعا كل التحية والشكر لكل الجهات الساندة الجهات المختصة الجهات الحكومية اللي حقيقة قاعد توفر كل هذه التسهيلات إلى الزائر. السلام عليكم. شلونك حاج؟ مبارك. إيه نحكي إيران. أحمد اعطيني كلمات إيرانية. إيران. شلونك من وين؟ من إيران. طهران مشهد قوم. مشهد مقدس. من مشهد. تربة إيدرية. شلون أجواء الخدمة الزيارة؟ أزمير كربلاء. عراقيين ملة عراق زين خدمات؟ خيل خوب. راقهم خوب أحسن. سنجة تمام. سنجة تمام. تمام. خيل تمام. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. أهلا بكم. الله يخليكم. أهلا وسهلا بكل زائرين الإمام الحسين. طبعا ضيق الحقيقة الأعداد كبيرة جدا، ممكن التنقل بحرية من مكان إلى آخر صعب جدا. كما أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن تطوع أكثر من 12,000 متطوع من مختلف المحافظات العراقية لتأمين الزيارة، يعني قوة ساندة من 12,000 متطوع من موضوعات التفتيش، موضوعات ممكن التنقل بين المواكب، انه لا سامح الله اي مشكله بسيطه فنيه غيرها من الامور تكون هي القوه السانده والداعمه لانجاح تلك الزياره المباركه. طبعا احبه المشاهدين ايضا من اعمال العتبه الحسينيه المباركه انه وفرت
مساحات كبيرة جدا، وفرت قاعات مكيفة وأيضا تحتوي على خدمات الانترنت لكل الزائرين من مسكن ومأكل وغيرها من هذه الأمور. طبعا أنا آسف، تعال أنا آسف أعتذر منك، لأن أنا من اللي قلت لأريد أطلع وياك لقاء أنا من البصرة ونسيتك، أنا كلش أعتذر منك. شونك؟ الحمد لله. أخبار؟ الحمد لله زين. إيش اسمك؟ مصطفى. مصطفى من وين؟ من البصرة. زبير. من الزبير. شون جيت؟ جينا والله تاكسي دبتنا هنا وجينا مشي بالنجف. أهل الزبير يكونون سمر شو ما شاء الله أشقر. مو كلهم. الله يحفظك أنت، الله يخليك، شعرك هذا يخبل وأزيائك اللون الأسود لايق عليك. صعب وأكو صعوبات بالزيارة؟ لا والله. ويا من جاي؟ والله أنا وها. بس أنت ويا، تعال قدام، تعال قف يمنا. أهلك وين؟ راحوا قدام. أنت راح تلحقهم؟ إيه. كم سنة صار لك تجي الزيارة؟ والله ثانية. مو متعب الزيارة؟ لا دوم. والله راحة بالعكس. هيك تحبون الحسين؟ إيه والله. قد تحب الإمام الحسين؟ كلش فوق. لا والله. والزهرة. زين خدمتوا هناك بالبصرة عندكم مواكب؟ إيه قدمتوا بالمواكب؟ كل شيء. أها. أنت إيش اسمك؟ أحمد. أحمد. يلا أحمد أخذ مصطفى ودير بالكم، يلا توكلوا. ربي توصل سهل. شلونك حجي؟ تعال من وين؟ من الجزء إيراني. من الأهواز؟ نعم. وين من الأهواز؟ بشادقان. أها. نعم. وشلون جيت وشلون وصلت؟ رحم من الله، رحمة رحمة. هاي رحمة من الله، اللي الله رحمنا وصلنا لهذا البلد اللي نزلنا الحسين وشفنا هاي الخدمة، يعني ما حد يقدر يوصفها، ما حد يقدر يوصفها، بس الله يدري يعلم بها. مش نطلب من الله كون وظل دائما هالشكل برضه العراق، وشان جميع الشيعة اللي يوردون هنية شان العراق وكفوا العراق شان هاي الخدمة اللي هي راضين على الخدمة؟ راضي حد الخدمة، راضي عليها وحد ما بس الخدمة، حد الأخلاق اللي عندهم إن شاء الله. ربي خدمتكم إيه. إن شاء الله. ما أثرت عليك درجات الحرارة؟ الحمد لله أصلاً مرتاحين، آخر درجة مرتاحين. ربي يطول عمرك، توصل بالسلام ونسألك الدعاء حاج. الله يخليك. شونك حاج؟ من وين؟ إيران. إيران وين بإيران؟ يعني وين؟ خوزستان ومدين براء إمام حسين. إمام حسين. إيه. أول مرة يك؟ إيه أول. أول مرة. آه. خدمات زين؟ زين. عملتي إمام حسين. إمام حسين. إذا تعب الفاز. الحمد لله. قدار الشوق. ربي يخليك، شرفني بك. ممنون. الله يخليك. ممنون. شلونك؟ هلا عيني. من وين؟ أنا من إيران. من الأهواز. لا من الأهواز. كنت عبد الله. وين؟ كوت عبد الله. اها تحياتي. إيه. كوت عندكم؟ إيه. احنا عندنا كوت وانتم عندكم. إيه. إيه. اه يا سبحان الله. إيه. إيه. شلونك صحتك شلون؟ رحمه دوله. شلون هالزياره؟ رحمه. هاي كم سنه صار لك تجي؟ اول سنه. اول سنه، سولف لي، شفت؟ رحمه، كل شيء شفت، خدمات كل شيء شفت. متندم لان ما جاي قبل. اي أيوة والله، اي أيوة والله، وحق ابد وحق الحسين الدروع حله. ما شايفك زياره والله العظيم. الله يحفظك. اي والله هذا شيء قليل قدمه. لا رحمه 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 رحمه، ان شاء الله ظل هاي دوم. ربي يخليك. عين وجهك. تشرف فيك. عين وجهك خادمه. تعال حجيه، تعالي تعالي حجيه. شلونك؟ بخير وعافيه. صحتك شلونك؟ والله نشكر الله. من وين؟ من الاهواز. وين من الاهواز؟ فرهنكشي. ها؟ فرهنكشي. فرهنكشي. المدينه اسمها فرهنكشي. شلون جيتوا؟ ريانا من السادنة هاي يوم العاشر، بس كون يصلي 40 وهي. ايه هاي كم سنة صار؟ أنا بي ضغط وبي سكر. الله يشفيك. بس اليوم والله كل شيء ما بي. هاي أول مرة تجي؟ لا من دار المشاية، أنا مشاية. من قبل؟ من قبل صار. شلون شلون الخدمات تقدموها لكم؟ نعمة من الله، فضيلة. ايه. نعمة ونشكر منهم ونحطهم على رؤوسنا ونعم الله عليهم على الخدمات. يا من جاي؟ هي أنا وبنات ابني وبنات اخوي. الله يحفظك. انتم من الشلامشه؟ هي على الشلامشه. الشلامشه. اي والله. لا والله نعمه شفنا. أيه. انا هالبيه في شهر وايد. الله يحفظك. في شهر كل شيء معمل. ربي يخليك ان شاء والله الله. والله نشكركم عيوني دايمين والريد العافيه. ان شاء الله نلتقي بيك السنه الجايه. على الله وريتكم سالمين. ربي يخليك. عزيز قلبي نعم الله عليكم ويعطيك يا مان. الله يخليك. ما شاء الله يقول لك اليوم حاجز اللغه وحاجز الحدود وحاجز العنصريه وغيرها. يا سبحان الله ببركات الإمام الحسين كلها تنصهر. لا أكل يوم هذا إيراني، هذا عراقي، هذا سعودي، هذا سوري، هذا لبناني. لا اليوم أكو شيء شخصية، هذا شخص حسيني، هذا جاي للإمام الحسين عليه السلام، هذا بضيافة الإمام الحسين عليه السلام. والحمد لله رأسنا مرفوع اليوم بالعراقيين بأهل أصحاب المواكب. والله العظيم اليوم أنا اليوم متواجدنا كل يملأني الفخر والاعتزاز بعراقيتي.
وبحسينيتي وبكل هذه الصفات العظيمة اللي أنا أملكها حقيقة. الله يخليك، أهلا وسهلا بك. لما أشوف الأخوة من إيران أو من البحرين أو من غير دولة يحمد لي بهذا الحمد الكبير جدا لعمل اليوم المواكب الكبير جدا والخدمة والأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة، للأسف في بعض الأحيان على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حالات فردية أنه بها إساءة لأجنبي، إساءة لشخص جاي زيارة، ولكن هاي حالات فردية جدا. اليوم احنا نتكلم على زيارة بالعشرينات من الملايين، 22 23، حالة حالتين ثلاثة وحالات شاذة ما شاء الله. اليوم هذا الواقع اللي قاعد نقول لكم إياه عبر قناة الأيام الفضائية وعدسة قناتنا وشبكة مراسلين قناة الأيام الفضائية اليوم اللي موجودة بمختلف المحافظات العراقية لنقل هذه الصورة العظيمة، صورة الزيارة الأربعينية، الزيارة الحسينية المقدسة. أحبة المشاهدين أكيد مستمرين وياكم بتغطيتنا المباشرة عبر قناة الأيام، ابقوا ويانا. السلام الله وبركاته، وهذه عودة أخرى وشبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية المنتشرة على مفترقات الطرق في المنافذ الحدودية، في منفذ الشلامشة، في منفذ زرباطية، وأيضا منتصف الطريق بين نجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبداية طريق يا حسين، المكان المتواجدين نحن فيه منطلق المسيرة المليونية باتجاه كربلاء المقدسة. فضلا عن الصور الأخرى التي تعطيها لنا شاشات وكاميرات الأيام الفضائية، مشاهدي الكرام، احنا من خلال هذه الصورة الحية للمسيرة المليونية نأخذ جوانب متعددة، إلا أن جانب العقيدة يبقى هو المرتكز وهو الأساس في هذه المسيرة، وما يقدم من خلال هذه المسيرة وأهداف هذه المسيرة وتقوى وعنفوان هذه المسيرة المنطلقة نحو قبلة الأحرار وشموخ الحرية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومثل ما تشاهدون خلفي المسيرة التي تنطلق من أقصى جنوب العراق وصولا إلى كربلاء المقدسة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله وتقبل الله أعمالكم. بارك بيك من الجميع إن شاء الله. الله يرضى عنك. مشارك صاحب موكب. والله إن شاء الله خدام بالموكب. خدام بالموكب. إن شاء الله تعالى. شوفي على الخدمة اللي تقدموها في هذه المواكب. والله الخدمة اللي نقدمها هي أولا شرف طبعا، هاي واحد. اثنين نحاول قدر الإمكان نقدم الممكن وممكن نعبر الممكن أي في سبيل السيد الشهداء سلام الله عليه. يعني قبل قليل أكو موكب ما أقدر أوصله بالكاميرا، ولكن اللي من نقدر نوصل له بالكاميرا نوصفه للمشاهد. نعم. يعني هاي قدام الشاهدة ستوتة، وابو الستوته مبين حتى حاطله يمكن بطانيه سقف للستوته ما عنده امكانيته هاي البسيطه، وبناته وهالامكانيه البسيطه وبساطه الحال جايب ماي وحاطه ببدوره كبيره. هذا مثال جدا بسيط، ويبرد الماي وبناته وزعان على الشارع. هذا مثال جدا بسيط، اكل اكثر، اكل ما يملك ستوته. انا اعرف بعض الاخوه او بالاحرى اكو نساء من عندهم، ثق بالله ما يملك غير قوري شاي، احنا نسميه قوري صغير، حاطه استكانين وقاعد على كرتونه. المهم يقدم، المهم يبذل، وهي امكانيته. فالله يوفقهم خدام الحسين هواي ما شاء الله. طريق الحسين يعلمنا كثير من الاشياء. هذا هاي مدرسه. لا مو مدرسه، لا علم كامل. مو مدرسه، طريق الحسين علم كامل. واتمنى انه طبعا الغرب يشوف الايجابيات ما يشوف السلبيات. من ينقل له الصورة الإيجابية؟ إحنا ننقل له الصورة الإيجابية من خلال جنابكم الكريم، أكيد. الله يبارك. من خلال صاحب الموكب، من خلال السير على هذا الطريق. اليوم إحنا بحاجة، هذه نقطة جوهرية، عالمية المسيرة. كيف اليوم نوصل المسيرة إلى أن تكون عالمية؟ اليوم هي مسيرة كانت في وقتها يمكن حاول النظام البائد أن يضيق عليها نجف كربلاء، ما هذا الموضوع، ما قدر، مو فلهذا مستحيل. هو الآن وصلت مسيرة عالمية. عالمية المسيرة تحتاج إلى جهود، هناك حرب لحرف أفكار شبابنا، لكن العقيدة الحسينية من خلال هذه المسيرة بيقدرون. شوف المحاولات على إنهاء المسيرة الحسينية سلام الله على الحسين، ما أقول لك مئات، لآلاف
وحاولوا بشتى الطرق، ومو اليوم، هي مو جديدة من زمن يزيد لعنة الله عليه لحد هذا يوم، والله لن تمحو ذكرنا. فالموضوع منسي، يعني مستحيل ان حاول او ما حاول واحد. شوف من يزيد، ونترك فترة يزيد الى صدام، اعدامات، كتل، شنق، ذبح بالشوارع، ليطلع الحسين وطلعت العالم ووصلت وانتهت فترة صدام، اجى ما بعد 2003 زين، ايضا بلشت الانفجارات اذا تذكرها، وراحت عالم بيها، وهو الشهداء راحت، هنيئا لهم طبعا، هنيئا لهم الشهادة، الناس تمنت هاي الشهادة بطريق الحسين وما قدروا، والحد هذا اليوم ويوم عن يوم تكبر الحمد لله والشكر، يوم عن يوم تكبر، يعني انا اشوف سنة عن سنة ما شاء الله اكو دول ما سامعين بيها ممكن ما شاء الله. كل التوفيق جنابكم الكريم الجميع ان شاء الله للسائرين اللي يقدمون الخدمة، او بالاحرى اقول حجاتيا هنيئا للخادم والمخدوم. اكيد هنيئا للخادم والمخدوم. الله يبارك فيك، موفقين ان شاء الله. مشرفيك يا حسين. قبل قليل انقلت الصورة الصاحب الستوتة. هذا صاحب الستوتة، هنيئا لك والله. حقيقة اغبطك وافتخر بيك والله، يمن انت بامكانيتك هاي تسوى الدنيا وما بيها، كنوز الدنيا متوصل لك. سولف لي شلون قاعد تقدم خدمتك حتى المشاهد يشوف. والله خدمت انا لابو عبد الله والزوار، وصير انا خادم لابو عبد الله من نام للموت، للموت انا وياه ولوجتي اله. وش تملك وشلون جاي وش تسوي؟ انا جاي اخدم لابو عبد الله. بمن تخدم وشلون تخدم؟ سولف لي، سولف لي على خدمتك. سالته شلون جاي؟ جاي يعني وصفت. قلت لهم صاحب ستوته حاط بطانيه على ستوته وجايب بناته وياه. أيوة وقدر حاط بيه ماي بارد ويبرد ويطي الزوار. اي أيوة والله. سولف لي، سولف لي مش عارف اشوف. بعد شو اقول لك؟ هل شو تبعينك؟ ايه. وانا شنو دفعك لهي الخدمه؟ ياهو عيوننا رواحنا لابو عبد الله للحسين نبدي برواحنا، يعني شنو قليل هذا يعني انسان يمكن قليل قليل، يعني انا ما ادري اخمن العدك وما عدك قاعد في ذلك. ايه واقول قليل عد والما عندي اقول قليل هذا قليل لابو عبد الله. والبنوتات قاعد تعلم من حب الحسين؟ نعم لابسات حجابهن وهن. نعم 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 لازم يفضل ابو عبد الله للموت اخليهن. كل التوفيق ان شاء الله، كل التوفيق. السلام عليكم. انا ارد سلام عليكم يا حي الله بيك. ماجورين عظم الله اجورنا واجركم. صلى الله على الحسين. انا ارد اخدم هاي خدمه الحسين بهوسه. يلا اسمع منك. شوين انا وياك. يلا غير تو جيت. يلا انا وياك من الايران من الاهواز. تشرف يا بعد قلبي. يلا هوسه. اقول كل خدمه تذب باسم الرجل للقاع، كل خدمه واللي يخدم ابو السجاد يتعلم شرف اسمه. اخذ العبره من جبريل يلي تريد هي الحكمه، يتشرف منها سكاروكه، يتشرف منها سكاروكه يا بعد قلبي. بعد عيوني ربي يحفظكم ان شاء الله. توصل بالسلامه. الله يسلمك. الانسان من الدعاء يا بعد قلبي. الا والكل موجودين الى كل خدمه الحسين وكل زوار الحسين اللي اجوا واللي يحبون يجون وما قدروا يجون، كل قدم شرف لنا، والى كل خدمه الحسين. وبهذا الطريق الجنة ننادي لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. تحياتي. توصل بالسلامة. توصل بالسلامة. مشاهدي الكرام، صور متعددة متجددة ننقلها عبر هذه المسيرة، مسيرة مليونية متجذرة، جذورها واصلة إلى منبع الرسالة، حيث الوحي وحيث الإمامة وحيث النبوة وحيث السيف والدم. هذه الأمور المنبع الرسالي والجهادي تواصلت من زمن رسول الله. رسول الله في الأصل الرسالي وأمير المؤمنين في الجهادي، وبقت مستمرة مستمرة. الإمامين الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما وأئمتنا المعصومين إلى يومنا هذا. هذه هي الرسالة الحقيقية اللي يسير عليها هؤلاء على هذا الطريق، طريق الحرية، طريق المبادئ، طريق الثورة، طريق اللا عودة. لأن احنا كل ما نحس بأن قائدنا وقدوتنا هو شرفنا، فالجميع هنا يسير على هذا الشرف وعلى هذا الطريق، وأبد ما تثنيهم وما تثني عزيمتهم أي قوة مهما حاول الطغاة السابقين أو من حذا حذوهم.
طه يقول لي عندك 3 دقائق مي خايف نستثمر هاي 3 دقائق. ولهذا احنا في هذا الطريق نحاول نبين عالمية هذه المسيرة. عالمية هذه المسيرة تتجذر بأهدافها وقوتها ومبادئها ولوى وصولها. الجميع يعبئ ويستعد جميع إمكانياته للوصول إلى الهدف الأسمى، ألا وهو نصرة إمام الزمان المهدي بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. في كل خطوة وفي كل نفس وفي كل إغماضة عين نناجي الباري وندعو منه بتعجيل فرج مولانا. اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان بحق هذه الأكف وبحق هذه الألطاف وبحق هذه الأنفاس وبحق هذه الخطوات التي تحث السير نحو قبلة الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. الجميع هنا قلوب تنبض حبا وشغفا وينبوعا من ذلك الينبوع الذي بذل مهجته في عرصة كربلاء وضحى بدمه الزاكي هو وعياله وجميع ما يملك، وجعد بنفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وهكذا تستمر المسيرة، مسيرة العطاء، مسيرة العنفوان، مسيرة الكبرياء، مسيرة الحسين، مسيرة الحسن، مسيرة الأئمة الطاهرين، مسيرة الزهراء، ومسيرة زينب سلام الله عليها. ولهذا من هذه المسيرة طه يقول لي كافي كافي طه لو بعد من هذه المسيرة كلمة أختم قبل أن نذهب ونتوجه إلى مراسيم الأذان والاستعداد لصلاتي المغرب والعشاء. أقول امرأة خرجت من منطقة اسمها أبو الفهود أصبحت ترند كما يقال، وأصبحت سمة وعنوان للمرأة الزينبية. هذه المرأة بحجابها، بعنفوانها، بكبريائها، بإصرارها، بتصميمها، بعزتها، بتقواها، بسيرها على نهج الحوراء زينب. هذه المرأة العظيمة كان هذا الحجاب وهذه المسبحة وهذه العصا التي تضرب بها الأرض عنفوانا وكبرياء وحجابا زينبيا فاطميا تصل إلى الحسين. هذه قدوتنا، هذه الزينبية التي هي قدوة لكل امرأة ولكل شابة ولكل أم ولكل بنت تسير على هذا الطريق. هكذا هي نساؤنا، هكذا هي أمهاتنا، هكذا هي أخواتنا، هكذا هي بناتنا تسير على نهج الزهراء وعلى نهج الحسين وعلى نهج فاطمة. مشاهدي الكرام احنا لازلنا مستمرين معكم وشبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية ننقل لكم الصور المتعددة والمتجانسة من مختلف محافظات البلاد، لا سيما محافظات الانطلاق، منفذ الرباطية، منفذ شلامشة، منفذ النجف الأشرف ومطاره الدولي، منتصف الطريق، وكربلاء المقدسة. مستمرين معكم وهذه عودة إلى شبكة المراسلين. متابعينا من الأيام الفضائية أهلا وسهلا بكم وحياكم الله أينما كنتم. اليوم تغطيتنا الخاصة من أرض كربلاء المقدسة من داخل مدينة الزائرين، مدينة الإمام الحسن المجتبى التابعة إلى الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة. اليوم مثل ما تلاحظون وتشاهدون أن زائرين الإمام الحسين متوجهين من جميع بقاع العالم إلى مرقد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين وأخيه أبا الفضل العباس. ها قد تشاهدون زائرين الإمام الحسين ومدينة الإمام الحسين عليه السلام مفتوحة إلى كل زائرين الإمام الحسين عليه السلام. ها قد تشاهدون مدينة الإمام الحسن المجتبى تتسع أكثر من 1,000 أو 2,000 أو 3,000 زائر يوميا في خدمة زائرين الإمام الحسين عليه السلام. تشاهدون الآن زائرين الإمام الحسين متوجهين من جميع بقاع العالم، من إيران ومن الكويت ومن السعودية ومن كل دول العالم. وبما أنه أيضاً أنه نشاهد زائرين الإمام الحسين قادمين إلى المرقد الشريف، إلى مرقد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين متوجهين، وأيضاً تشاهدون أنه الخدمات من قبل أصحاب المواكب وأصحاب الهيئات الحسينية في من جميع محافظات العراق يقومون بخدمة زائرين الإمام الحسين عليه السلام. خليكم ويانا ناخذ فاصل وراجعكم. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذه عودة مرة ثانية إليكم مشاهدينا الأفاضل، ونحن من منفذ الشلامشة الحدودي، وهذا التدفق الكبير لزوار أبي عبد الله الحسين المتجهين من قارة آسيا وبقية البلدان في هذه الاتجاهات إلى هذا المنفذ، منفذ الشلامشة الحدودي مع جارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتجاه كربلاء المقدسة حيث الإمام الحسين وأربعينه الخالد. عظم الله لكم الأجر. معي أيضا أحد خدام الإمام الحسين عليه السلام أصحاب المواكب في هذا المكان أيضا من هيئة الحشد الشعبي. عظم الله لكم الأجر. أجرنا وأجركم إن شاء الله. نعم، ما هي الخدمات التي تقدمونها في هذا الموكب ومنذ متى أنتم في هذا المكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم. احنا هنا بكون موكب نخدم الزوار دايركت يعني 24 ساعة، كل الخدمات متوفرة عندنا الحمد لله. كم يوم صاركم هنا؟ احنا صار لنا تقريبا بالعشرة ايام. عشرة ايام؟ نعم عشرة ايام صار لنا نخدم هنا. هاي الامكانيات، هذا الدعم، هذا هل كان يعني هو دعم مدروس منذ بداية السنة لهذا تجهيزكم؟ شلون راح يكون؟ والله احنا بصراحة عندنا شبابنا واحنا هيئة يعني بالموكب هيئة، هم اللي يدعمونا، وبالإضافة إلى هيئة مواكب بالمحافظة البصرة، وعندنا الحشد الشعبي هم جاي يدعمنا، والناس الخيرة هم تدعمنا، يعني مو متعطلة علينا يعني. يقولون الشعب العراقي فقير، ولكن الآن هو يطعم 20 مليون زائر، هل هو يعني فقير مادياً أم هو بسيط وإمكانياته عالية جداً يخرج ما في جيبه للناس من أجل الحسين عليه السلام؟ بالعكس، إحنا أغنياء بخدمة أبا عبد الله الحسين. نعم. إحنا يعني نكون خدم هالزوار هذا وخدم الخدمة الزوار من لقمتنا للزائر. بالعكس، إحنا هذول الهيئة ترى كلهم ما هم موظفين. نعم. كلهم من قوتهم الخاص، كلهم هذا البقال وهذا المادي شنو يعني، وجمعنا هذا التجمع والحمد لله شكر يعني دعمنا كله من جيبنا الخاص والحمد لله. شلون وجود وقفة الشباب وياك؟ والله الشباب بهم البركه، اكثر شباب اشوفه يعني الحمد لله. الشباب انا قلت لك هو الموكب تهيئ ويعني بناء على الشباب. زيب. والحمد لله رب العالمين. اريد احنا نطالب فتشي لهذا المنفذ باعتبار هذا المنفذ يشهد دخول الملايين، بينما يعني يحتاج الى ان يكون هناك اعتناء بالمثلا الخدمات الصحيه غير مناسبه، الطريق غير مناسب، سايد واحد اكثر شيء يصير به حوادث. المنفذ يحتاج إلى تطوير، يحتاج إلى اهتمام أكبر من قبل الحكومة المحلية والاتحادية. ليس هناك أي اهتمام في هذا المنفذ ما عدا الانسيابية والتنظيم في خروج الآلاف، ولكن لولا المواكب الحسينية لكانت هناك كارثة إنسانية في هذا المنفذ. كلمي عن المنفذ ومطالبكم إليه. والله احنا عتبنا بالدرجة الأولى على سيد المحافظ أسعد العيداني. نعم. ومرة ثانية نطالب كأب روحي وأب اخ عزيز علينا محمد الشاعر السوداني، هنا المشكله جنعان من عندها خدمات. يعني انت هسه واحد من الناس، انا اذا يجي لي زائر او ضيف لبيتي وما يلقى خدمات اللي انا اقدم لها يعني مو ينتقدني؟ يعني هسه احنا هنا جاي نعاني اكثر معاناتنا الخدمات الصحيه. يعني انا مستثمر سوى قراج بس ما سوى خدمات صحيه. يعني هسه الزائر من يجي يضيق بروح الواسعه، لاكو ماي بالمثل ولاكو صحيات. احنا نطالب رئاسه الوزراء وخاصه محمد الشاعر السوداني، ونتمنى انه يحضر هاليوم هذا المنفذنا. بالعكس، هذا المنفذ اكبر منفذ بالعراق طبعا، ويستقبل اكثر عدد، وهاي الخدمات ما موجوده طبعا. انا واحد من انا هالعبد الحقير، انا اذا يقدم لي هسه اي شخص انه انا ابني صحيات من باكر ابنيهن، لان هاي الناس كلها بذمتنا، وهاي الناس المفروض نقدم لها غير الصحيات. ليس هناك ايضا احنا شارع هم ايضا اهتمام من قبل الكوادر الطبيه. احنا الكوادر الطبيه كتمويل ذاتي طبعا، مفارز عندنا كلش قليله، هي مفارز الحشد اسعاف كل ثلاث ساعات. نعم ساعة الحشد الشعبي اكو عندنا مفارز موجوده بس، والفرقه الامام العباس بها مفرزه، ويعني هاي يعني شيء قلت لك كلش بسيط، بس هي الدعم الاكثر على المواكب الحسينيه جزاهم الله خير الاهليه يعني والتموين الذاتي الحمد لله. اكثر من حاله طبيه مرضيه شاهدتها وسالوني على مكان طبابه، الصراحه ما اعرف مكان. نعم هسه المحافظ مع احتراماتي للسيد المحافظ المفروض
كادر صحي يوجه هنا هذا المتنقلات الصحيات المفروض موفرها. يعني هنا ماكو مكان للطبابة او صحه ماكو اكو وجود لصحه البصره هنا ماكو كل هاي ما عدا الحج الشعبي صحه البصره ليس لها دور في هذا المنفذ كل دور مالها ما اي دور ما لها في هذا المنفذ ما عدا الحج بهذا اخوي من رخصه تفضل سيدنا احنا من رخصه اخوي سيد ناصر احنا نطالب بهذا المنفذ اسوه المنفذ الصفوان اسوه يعني شوارع منفذ صفوان تبليط خدمات دعم موجوده هذا المنفذ نفس الحاله يعني هم ابلط شارع الزوار من فايصل شارع واحد وانا شفت البارحه شفت اثنين حوادث اذا ترجع الكاميرا هسه على شوف الازدحام والزوار متكدس هنا سياره ما تقدر تتحرك عدد الزوار عملاق ما شاء الله وبازدياد بازدياد البنيه التحتيه بازدياد البنيه التحتيه للمنفذ ضعيفه تعبانه مو ضعيفه تعبانه خدمات ماكو احنا نطالب بازيد لان هذا منفذ والمنفذ ما شاء الله جاي يدخل للدوله ملايين وين جاي تروح هاي الملايين؟ الناس يعني مليارات مليارات؟ نعم مليارات جاي تدخل لهذا المنفذ واحنا نطالب الخدمات هذه الامور قليله اللي نضعها الان امام انظار الحكومه المحليه والحكومه الاتحاديه ان تنظر الى هذا المنفذ المهمول المنفذ الذي فقط هو يدخل بانسيابيه عاليه جدا الاف عشرات الالاف من الزوار ولكن بنيه تحتيه متهرئه متدهوره للاسف الشديد والان هي قائمه بفضل المواكب الحسينيه الموجوده هنا الزائر راضي عن الخدمات التي تقدمها المواكب الحسينيه بينما الزائر غير قابل او غير راضي عن ما موجود في هذه المنافذ لا يوجد قاعات لا يوجد خدمات صحيه لا قاعات انتظار لا قاعات استراحه ولا يوجد أي خدمة حكومية جيدة لهذا المنفذ يقدمها للزوار لهذا العدد الكبير من المسافرين أيضا لابد من فصل هذا الطريق الزائرين عن الخط التجاري هناك كما تشاهدون هذه السيارات الكبيرة هذه السيارات بالعشرات بالمئات تدخل صفا بصف مع الزائرين وهذا خطأ كبير جدا لابد أن توضع خطة مستقبلية أن تفصل طريق الزائرين عن طريق الشاحنات التجارية لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين السلام عليكم حجي عليكم السلام الله لكم ورحمة الأجر وأجركم وأهلا وسهلا بكم عساكم ما تعبتوا إن شاء الله إن شاء الله ما كنت تعب تعبكم راح إن شاء الله الله يبارك الله يسلمك الحمد لله سولف لنا حجي شلون الطريق تعبتوا الحر وقفكم والله الحسين لا يهمنا احنا لا تعب ولا حار ضحى بدم الحسين احنا خلينا نضحي برجلينا الحسين كلنا فداء للحسين هذا يشوف الجموع الزائرين من كل دول العالم متجمعه بالملايين في سبيل احياء ثورة الحسين الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة الحسين ضحى بنفسه وضحى بعياله في سبيل الإسلام وفي سبيل شيعة الأمير المؤمنين عليه السلام حدثنا عن الخدمات اللي شفتوها بالطريق عن المواكب الحسينية والله الخدمات متوفرة من كل النواحي من مأكل ومشرب والمجموعات الصحيه ما يعني كل شيء متوفر من جاي انتم من يا محافظه حجي جايين من ناصر يا والله على راسك كل اهل الجنوب الله يسلمك راسك والله والديك الله يسلمك حجي شلون شفتوا انه اليوم الزياره حشود الزائرين اليوم انه اعداد الزائرين مثل ما كانت انه العام لو تحسوها انه هاي السنه انه اثقل من العام والله اللي شفته يعني اكثر بهواي اكثر والله نعم يعني وين ما تروح من الناصريه اجينا لهنا يعني الناس مزدحمه بشكل يعني تروح وصلنا للامام يعني ما لك مكان تزور الامام من كثره الناس. شلون شفت استقبال المواكب للزائرين؟ والله اهل المواكب ما شاء الله عليهم قدموا والله انا البارحه قعدت يعني ليمتى ما اقعد والقاهم جيت بالليل لقيتهم للصبح قاعدين ما مخلين للزائر من ماكل من منام كل الخدمات موفرينها للزائر والأهل المواكب قدموا الكثير والله وهنيالهم على هالخدمة هاي
والله ان شاء الله يرزقهم ويعيدهم كل سنه ان شاء الله على الخدمه هاي اللي قدموها للزائرين. الله يبارك فيك. المشاهدين بعد صلاه المغرب يا رب ان شاء الله يتقبل من كل اليوم المشاهدين ان شاء الله، واكيد الزائرين بمختلف المحافظات العراقيه والشوارع العراقيه اللي ما شاء الله مكتظه اكتظاظ كبير في الصباح او يعني قبل مغيب الشمس وبعدها اكو فرق كبير جدا في هذا الطريق، خاصه اتكلم لكم عنه انه وقت الصباح وقت الظهيره حقيقه يكون اعداد اقل من اعداد الليل او بدايه ساعات الصباح الاولى الفجريه مثل ما نقول، حقيقه تكون اعداد مضاعفه وكبيره جدا اليوم مثل ما تعرفون تاثيرات درجات الحراره تاثيرات عاليه. طبعا ارجع الى بعض الاخبار اليوم اللي تخص الزياره الاربعينيه، ان العتبه الحسينيه اعلنت عن توفر منظومه لتنقيه المياه الار او بسعه كبيره جدا دخلت الى الخدمه لخدمه الزوار الامام الحسين خاصه في محافظه كربلاء واطراف المحافظه، يعني حتى هذه المنطقه هي مشموله لان بين محافظتين عراقيتين مثل بالنجف وكربلاء محافظات تكون مكتظه اكثر من المحافظات الاخرى. طبعا احبتي المشاهدين يعني اذا خلينا ندخل على اصحاب المواكب ونشوف اليوم استعدادات اصحاب المواكب، ولو راح نضايق اهلنا الزائرين. السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. احنا العام هم جيناكم وما شاء الله متغير المكان، بس قد تغير مكان كم متر؟ ماكو فرق، بس انا من الصف على الصف. هاي احسن ان شاء الله، احسن ان شاء الله. اليوم يتميز موكبكم بالمشروبات الساخنه فقط، شنو هن؟ نريد انواع، انواع دارسين، كجرات، زعفران، قهوه حلوه، قهوه مره، كابتشينو، مسكافيه. بعد الزوار، اهلنا الزوار، يعني بتعرف انت كل شعب طبيعته، العراقي مثلا يدور الشاي، اي مثلا الزعفران، الزعفران ايران، كجرات وزعفران. اي جماعتنا العراقيين، جماعتنا العراقيين. شلون الخدمه هاي السنه؟ والله ان شاء الله بخير. صار لكم كم يوم من بديت؟ كم يوم بديت؟ هو تقريبا يعني احنا من بدايه صفر لحد الان. من بدايه الصفر، بس الان الاعداد قاعده تزيد. ان شاء الله قاعد يزيد الاعداد ان شاء الله، ربي يحفظكم. اريد نعرف معلومات على هذا الموكب، يعني مثل ايش؟ حد عندك معلومات على الموكب؟ يعني السنه التاسيس هاي الامور، تفضل. من يا سنه تقريبا؟ يعني مباشره، مباشره بعد السنه، يعني نقدر نقول عمره الان 20 سنه تقريبا. لا لا، اقل اقل. إيه كان عندنا موكب ثاني هذا. شنو نوعيه الخدمه اللي تقدم؟ لا، موجود الاكل والشرب والحمد لله كله واحد، القاص والكباب والدجاج. ما شاء الله الترتيب حلو. الحمد لله والشكر. نعم. شو رايك اليوم بالخدمات؟ العام عانيتوا من موضوع اصحاب المواكب، موضوع ارتفاع اسعار الثلج وغيره، هاي السنه اكو تحسن اكو تغير؟ والله يعني ماكو تغير، نفس الشيء، الثلج يعني هسه حاليا زين، بس كما جاي نعاني من الماي. ماكو ماي، يعني ضخ ماي اللي هنا احنا كله تناكر. وماي بير. هاي المنطقة مياهها مالحة. بير ماي مالح. من جاي يوزع لكم المياه؟ والله تناكر يعني من الدولة جاية، كل كم عمود عليه تنكر. فجاي ترسون، هم ما جاي يلحق لأن كثرة الزوار، ما جاي يلحق التنكر. فاحنا جاي نخلي الماي الحلو نخليه للطبخ، للشاي، للنسوات. الماي المالح جاي نخليه للتغسيل، للوضوء، هاي. لان مضطرين شو يسوون؟ طالبون بزيادات الكميه من الماء؟ اكيد، لان هو على اساس يضخوننا ما جاي يضخون، يعني عمود 200 وجوا اكو ماي، 200 وفوق ماكو ماي، اصلا ماكو ماي، ابد ماكو ماي. شنو طلبات اصحاب المواد؟ والله احنا الكهرباء الحمد لله والشكر زينه، الثلج لحد الان زين، بس الماي جاي نعاني منه، واهم شيء هو الماء، اذا ماكو ماي يعني توقف الامور كلها. بس يعني كتناكر هم ما جاي يتلحق كثرة الزوار الآن. بعد يعني اليوم 11 أو 10 لحد الآن يعني متعب، الماء تعبنا كله. عظم الله أجركم وربي يحفظكم وعاشة الأيادي، ربي يخليكم. ورا التصوير أجي هنا، أنا أريد أشرب كجرات هاي. الله يخليك، الله يحفظك. طبعا حبة المشاهدين من المواكب المهمة
والقديمة في هذه المنطقة، عمود 285 بطريق لبيك يا حسين، المتجه من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة. شلونك حجي؟ أخبارك؟ إن شاء الله يلا التعب خليه يروح. من وين؟ من إيرانيا. إيران وين؟ مشهد؟ قم 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 يا زيارة الخدمة خلي خوب شامية ملتي عراقي خدمة ملتي عراقي خدمة شام خوي الحمد لله تدركات خوب صوت مشكل؟ لا يعني انجل أذان تحزاكور كردم أبو سلام أنت مؤذن؟ مؤذن. آه لا نقدر نسمع صوت الأذان؟ لا لا لا. تعبان سلام أخو. خدمة الزبر عالية. زين خدمات؟ عالي عالي. شاي عراقي؟ عالي عالي. شاي؟ عالي خيل عالية. هذا شندانك خيل عالية. شاي عراقي شاي إيراني أطيب. عراقي عراقي. عراقي. الله يحفظكم. إن شاء الله يا رب هاي الابتسامة هذا الفخر بالزيارة الأربعينية. مستمرة بكل السنوات بكل حقيقة الأيام إن شاء الله يعني ما شاء الله تشاهدون يعني الآن حتى لو إن شاء الله كاميرا تعالي شونج تعالي 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 تش اسمك معصومة من وين معصومة تعالي خلي الكاميرا تشوفك من وين من بغداد من النجف من وين النجف من النجف رايحة زيارة كربلاء تش اسمك فاطمة يا صوف رابع تحبين الإمام الحسين؟ رايحين مشي إليه؟ لا تعشين وجايين هاي من المواكب؟ ربي يحفظك الله يخليك طبعاً الأطفال شونك حاج؟ السلام عليكم وعليكم السلام وبقوا بات الله يخليك أنا كنترول أنا تشكر أز مردم عراق نعم خيلي إن شاء الله خدا خيلي شان بده نعم خدمات خدمات بسيار عالي نعم إن شاء الله كخدا جزره جزاي دنيا الآخرة الزيارة جيدة تعبتوا بالطريق كلهم عالي كلهم عالي وين ميران طهران همدان 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 بل. ربي يحفظكم مأجورين الله يسألكم الشكر شكرا جزيلا الله يحفظك طبعا أحبة المشاهدين نشوف أنه أصحابنا في إيران في الجمهورية الإسلامية في إيران ما شاء الله الأعداد كبيرة جدا والحب كبير جدا الى العراق والى الشعب العراقي كيفك حاج ممنون سلام عليك سلام عليك من وين ممنون اخ ايران تهران ايران طهران تهران زيارتي خدمات عالي خيل عالي خيل عالي الحمد لله الحمد لله خيل مبيت منام عالي بود همش عالي بود الحمد لله عالي بود ممنون از اهلا وسهلا از عراق ممنون ربنا سنين عراق متشكرين الله يخليك راسي وعليكم السلام شما خوب هستن سلامت از امام رضا نعم مشهد انتم من المشهد؟ بله مشهد من الامام رضا بارگاه امام رضا نعم قدم از زیر آمدن زیارت امام حسین نعم خیلی خوشحال ماشاءالله خیلی خیلی خوشحال زیاد و تحویل میگیرن خیلی هم سکن زیاد همه چیز ماشاءالله فراوان الحمدلله الحمدلله شما در شوكم شباب حياك الله الحمد الله يخليك الحمد لله من بابل الحمد لله وين من بابل الذي ساوى بالتراب بين الملوك والخدام وقال كل من عنا ياثان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام والصلاه والسلام على معلم البشريه ومزعزع كيان الوثني ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وال على محمد وال محمد عظم الله اجورنا واجوركم بهذا المصاب واستشهاد الامام الحسين عليه السلام حفظكم الله مشكورين من وين من بابل؟ بابل قضاء الكفل والله نرحب بالزوار قريب يعني من هنا جيتوا مشي؟ هي المناطق كلها مناطقنا هاي تعتبر كلها كفل احنا ناخذ دام للزوار منين ما يجون؟ وعلي شكلك حافظ مال مهاوي شكلك مال مهاوي اقول حافظ حافظ هاي انا مهوال يلا مو تقول انا اقول استعد واستانس العباس دمام الحرب من دق استعد واستانس العباس دمام الحرب من دق قال انا قمر عدنان والميدان ما صدق وراح الخبر لابن زياد هبط راسه ودنك وقال من يطب عباس ملك الموت ما يلحق هو شلون يطيح البيرق وانت البيرق يا العباس شلون يطيح البيرق وانت البيرق يا العباس شلون بعد واحدة بعد واحدة اقول شاء البار يوقع على النهر عطشان ومر من الله ما يعبرها الحدود ما ماخذ اذن لحسين ما منطيه انطاه رايه وانطاه على المتن
جوده لو ماخذ اذن ويقاتل ومرخوص شاثك كربلاء يقولون موجوده. كشف هالمشرعه وقالوا حيدر علي الكرار هذا اللي دخل يتبختر بزوده. طب ماي الفرات وترى الجوده بزود وبيد الرايه بشف عقده معقوده. رد والجيش يرجف من الخوف باوع شاف كل الطرق مسدوده. طب عباس لكن بالغدر ضربوه عمود وسام وقطعوا زنوده. وما ذلينا ما ذلينا يا حسين شد ما ذلينا يا حسين شد ما ذلينا يا حسين شد. مشكورين واحفظكم الله. اسول سعد الشمري والنعم حفظك الله. الله يسلمك. والنعم والنعم صح لسانك. ما شاء الله ما شاء الله. شلونكم اخباركم شلون حجي؟ صار لك يمي هنا من تسوي لك قهوه وشاي؟ وين من وين؟ من النجف. من النجف هلا من عندنا يعني قريب. اي من النجف. صحتك شلونها؟ نجف عمان. اي تعال هنا تفضل تعال تعال. صحتك شلونها؟ زينه. انت صاحب موكب؟ اني بولاية عندي موكب مال النجف. ايش عجب جاي هنا لعند؟ ها؟ زيارة. اه تجي تشوف. ايه اجي زيارة واخذ مع الزوار. طبعا عليهم بخاطرين ما يروحون ينامون. انا حس اني يغاز انا يمهم. ربي يحفظك ويعطيك الصحة. منو سمعنا اكو بعد؟ هذا 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 هذا. شلونك؟ شلون؟ شو اسمك؟ امير محمد ابراهيم. من وين؟ من النجف. من النجف. من المشقاط. سمعت واحد يقول جولات تريد انت تقول؟ لا لا وين؟ عندك؟ لا لا. شنو انت اصحاب مواكب؟ اي طبعا. وين مواكبكم؟ هذا عجيب. هذا شو تقدمون خدمات؟ بعض مسيرة. بعض مسيرة. اه مسيرة. مسيرة. من مشخاب. من نجف مشخاب. مشخاب. مواكبكم وين؟ موكبنا هذا مسيرة من مشخاب الى كربلاء. يعني شنو مواكب المسيرة؟ احنا يعني نجسد ال يعني تتنقلون. نتنقل اي وي الزوار. يعني عندنا بعران وخيل وموكبنا. ايه 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 خدمة الحسين. كل سنة كل سنة كل سنة من صرنا لليوم على هذا الطريق ومستمرين لما نموت. ربي يخليك. مشكورين. الله يحفظكم. طبعا احبة المشاهدين مثل ما قلنا شيب شباب اطفال نساء رجال بكل يوم المختلف المدن الخلفيات الثقافية الحضارية موجودين في هذه المنطقة. ازدحام كبير جدا طبعا ونعتذر من الزائرين اللي ممكن حقيقه. شلونك ولو قاعد تاكل؟ لا وانت انا وانا كل وقت اشوف البيج مالك عندي انا من ايران. اي متابعني متابعك واي وعدي. لا والله الله شاهد. الله قد ما اسوي مقابله ويا خليك يعني مواكب انا عندي اياه بخدمتك. الله يحفظك. الله يحفظك. يعني انت متابعني من ايران؟ انا متابعك من وين؟ من الاهواز. من الاهواز. لا اريد اطحني لك. الله على راسي. الله يحفظك. شلونك؟ الله يحفظك. صحتك شلونك؟ الحمد لله. الله يحفظك. وين من الاهواز؟ انا؟ شادقان بس احنا بعد طريق عبادان. خو ما تعبتوا بالنقل؟ اصلا ماكو تعب. مين رحتوا لشلامشه؟ انا جيت من شلامشه. من شلامشه تعديت للنجف. زرت علي بن ابي طالب وجيت المسلم بن عقيل ومن شاتي للحسين هسه. من النجف؟ بديت تمشي من النجف؟ من النجف من المسلم عقيل. قلت لهم ردوني على عمود واحد. لان انا كل سنه من عمود واحد امشي. اها جيد. بعد قد توصل كربلاء؟ بعد حسب ممشاتي اقدر بساعة اصل بس انا احب خطوه خطوه بهداي بهداي امشي. اها على راحتك. على راحتي. الله يحفظك. لان ادري بي ما يقطع بي الرايح له. الله يحفظك. يا رب الله يسلمك ونسالكم الدعاء ان شاء الله وحافظ على نفسك وربي يخليك. الله يحفظك. ممنون وشكرا لك. الله يخليك. احبه المشاهدين مثل ما قلنا انه مستمرين احد الاخبار ايضا الحتبه الحسينيه اللي وفرت قاعات يعني مع الجهد الكبير بالسنوات السابقة ولكن هذه السنة العتبات أيضا في كربلاء المقدسة لديها فكرة أو مخطط. ممكن تعرفون زيارة مليونية يعني لو ألف قاعة يعني مئات القاعات ما تكفي وخاصة بجودة عالية. وفرت قاعات كبيرة جدا تقريبا تستضيف أكثر كل قاعة تستضيف أكثر من 300 إلى 500 زائر مع توفير التبريد خدمات الانترنت وخدمات الطعام والشراب والمغاسل والحمامات وغيرها من هذه الامور. حقيقه موجوده في كربلاء المقدسه اللي بهذا الاتجاه تكون. طبعا خلونا نتنقل بين زوارنا ولو. شلونك حجينا؟ اخبارك؟ ان شاء الله بخير في دول عمرك. الله يخليك. وين الحاج؟ خليه عادي على راحته. فيعني ما شاء الله خلينا نشوف
خلينا نشوف حتى يعني اكو تنظيم بموضوع الاكل وهذا المواضيع. بس دير بالك حاج الله يخليك. شلونكم؟ السلام عليكم. من وين؟ من قوم ايلان. من قوم ايلان. مع سوا طعام طيب العراق طعام؟ لا مرحبا بكم على غيول. مرحبا بكم. شلونك حاج؟ فارسي. من وين؟ فارسي اصفهان. من اصفهان. في امان الله. شلونك حاج؟ ايراني. ايه وين؟ من وين؟ من ايران. متشرف بيك. من وين؟ كربلاء. إيه انت ايران طهران؟ طهران. طهران. زياره خدمات زين؟ هو علي. ملتي عراقي زين؟ نجف كربلاء علي. 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 زين. طعام عراقي زين؟ زياد ارشي بخويا. از ايران بيشتري. الحمد لله. الحمد لله. خير من اعطيني الكنترول طول اسئله انا اسالها. الله يخليك. الله يخليك. ممنون ممنون. وهذا تكون هناك تنظيم حقيقة يعني خاصة في هذه المواقف في هذه المناطق هناك تنظيم كبير جدا بموضوع انه هناك انه صف لاستلام الطعام او الشراب. ما شفنا فد حوادث انه تأثرت على مسير الزيارة الحمد لله والشكر الى الان. حوادث يعني اخرى حوادث يعني نقول عرضية الى الان لا توجد في هذه المنطقة. فهذا الشيء اليوم حقيقة نفتخر به. كل التحية أرجع كل التحية والجود حقيقة جهة قبل ما ننتقل جهة إنه يجب اليوم ذكرها يعني إيجابية كبيرة وهي وزارة الصحة العراقية على توفير مفارس طبية في هذا الطريق بشكل كبير وكثير. إلى أحبة المشاهدين مستمرين بهذه التغطية ابقوا يعني. أحبة المشاهدين وما زالت اليوم حدثت قناة الأيام الفضائية من مختلف المحافظات العراقية لتوثيق هذه الزيارة المباركة. مثل ما قلنا لكم أنه ساعات المساء الأولى هي الساعات الرئيسية اللي دائما تكون بها كثافة كبيرة جدا لحركة الزائرين تقريبا من بعد صلاة المغرب إلى تقريبا الساعة 8 صباحا تستمر الزيارة والمسير بشكل كثيف جدا بسبب برودة الطقس ويعني خفت حدة الشمس على الزائرين. أما أوقات الظهر تكون راحة كبيرة للزائرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم؟ الله يحفظك عمي. من وين؟ من النجف. من النجف الأشرف. من وين؟ من النجف. من حي النصر. من حي الحسين. شنو بديتوا تنطلقون؟ إن شاء الله عمي. زين إيش عجب هيك وقت بما أنك أنتم قريبين يعني؟ شوية أكو هواء باغت يعني تساعد الزوار على المشي. عندكم موكب لو لا؟ اي عندنا. وين موكبكم؟ موكب 290. حتروحون تخدمون هناك؟ اي نعم. وبعدين تنطلقون؟ ان شاء الله. ان شاء الله. شو تقدمون خدمات المواكب؟ كل شيء نقدم للزوار. يعني اكل؟ اكل، شرب، كل شيء. مبيت عندكم؟ مبيت موجود. هذاك ايش قد بالخدمة الحسينية؟ واي عمي. يا موالي؟ 209. ربي يحفظك ويوفقك. الله يوديك. نلتقي اخوك؟ اخوي. شلونك؟ شلونك؟ اخبارك؟ الله يخليك. الله. اسمك؟ فاضل. فاضل. فاضل تو ياخذ ويا اخويا. ويا اخويا احنا جايين هنا نخدم من واحد صفر. نخدم من احد 17 18 ننطلق اهل النجف. يعني تبقون يومين لكم يومين للمشي. نخدم مبيت وشرب واي شيء يحتاجه الزائر. نعم. شلون حركه الزائرين؟ والله الحمد لله ان شاء الله نعايد الله بالخير يا رب. الله الله يخليك. ندعو لنا وياكم. شلونكم شباب؟ اخبارك؟ تعال. من وين؟ من خوزستان الفلاحيه. يعني انتم من الاهواز؟ من الاهواز. من الاهواز. بزي شو وقت جيتوا شو وقت وصلتوا؟ والله جينا قبل اربعة ايام. اربعة ايام. ثلاثة ايام بقنا بالنجف. ايه. وهسه طلع ادرب المشاي. اجي. خوما الطريق متعب صعب عليكم. اي صعب. اها شوية حرارة اكو هاي. اي اي. هاي اول مرة تجي الاربعين؟ لا نوبت الثاني. هاي الثاني العام جيت؟ اي. شنو تغير السنة ذيك عن هاي السنة؟ يعني اختلف اشياء وايد. للافضل الزين؟ عافية. إيه. مثلا خدمات هاي. خدمات يعني ايه اشق الحسين ربي يخليك. من وياك جاي؟ اولاد العم. اولاد العم. ايه يعني انتم كلكم منطقة واحدة. عافية. ايه الله يحفظك. شلونك؟ انت هم وياك؟ ايه ما يفهم. تعال نتعرف باسمك. خادمك صلاح. تعال. اهل الاهواز عندهم هوسات. تمام. حافظ شيء؟ انا حافظ ماني حافظ بس اذب لك بيت. يلا يلا نسمع. اقول لك شعاب باللعب لتشن ودتشن. ودتشن. وبعدني بذاك المطارق. ولتشن سجن وفراق ما همنا ولتشن همنا صار مسوعين بيه. والله والنعم. وانا خادمه عزيزتك.
وانتم على راسنا العراقيه. الله يخليك. واحنا اخوه احنا، ماكو عراقي ماكو ايراني ماكو، احنا نفتخر بجيتنا وكرمكم على راسنا. على راسنا. اي وما ماكو فضل مثل فضلكم. هذا مو فضل، هاي بركات الامام الحسين. وما نحس بتعب. الحمد لله. كنا اخوان وعرب يعني، بس المعازيب زينين. المعازيب طيبين. وواقفين وباجبنا بكل شيء. وين بتوا اليوم؟ اليوم بدنا مسير. موقف فاطمة الزهراء. موقف فاطمة الزهراء. اي تمام. تباتون بعدين لو لا؟ نمشي على 500 عمود ونبات وباكر نكمل. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظكم، منورين، ربي يخليكم، ماجورين. شلونك؟ حبيبي خادم. نمشي بعدين. وياهم انت. يلا دعونا. الله يخليك، الله يحفظك. احبتي المشاهدين، مثل ما قلنا لكم انه حقيقه، خلينا نتكلم على نقطه مهمه جدا في هذه المنطقه المباركه حقيقه. خلينا نتكلم على موكب الامام الرضا. هذا الموكب اللي يعد تقريبا من اكبر المواكب المتواجده بطريق لبيك يا حسين، من منام، من تقديم خدمات، من طعام وغيرها من الامور حقيقه المتوفره. وايضا الشكر موصول الى موكب الامام الرضا على الاستضافه لكادر قناة الأيام الفضائية، على الاستضافة الحقيقة الجيدة والمتوفرة اليوم. وأيضا كل التحية والشكر لسماحة السيد حميد الحسيني رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية على توفيره اليوم سبل الراحة لكل الكوادر الإعلامية، لكل القنوات الفضائية، من أجل اليوم إيصال صورة حقيقية، صورة جميلة لزيارة الأربعينية. إلى اليوم يعني حقيقة قبل دقائق أجي سلم على كادر قناة الأيام الفضائية، وحقيقة معجب بعمل قناة الأيام الفضائية بزيارة الأربعين. شلونك؟ واقف هنا صار لك ساعة، شلونك؟ أخبارك؟ زينين الحمد لله. اسمك؟ عبد الله. عبد الله من وين؟ من الموصل. من الموصل، وين من الموصل؟ بشريخان. هاي وين شريخان؟ جوا رشيدية. قاعد تلعفر؟ لا بعيد علينا تلعفر ساعة. ساعة بعيد عليكم تلعفر. شلون جيتوا؟ والله نحن قاعدين هنا من 2014. شو عجب ما رجعت إلى الآن؟ دواحش بالموصل. يعني اكو. اي اكو. ان شاء الله يا رب ترجع. ان شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. انت يعني عايش بكربلاء ولا بالنجف؟ بكربلاء. بكربلاء، شلون هم اهل كربلاء وياكم يا اهل الموصل؟ اهلا وسهلا بهم، احلى يعني ناس هم. يعني ابد ما حسسوكم انه جايين من غير محافظه؟ لا لا لا. ايش عجب اليوم انت مشارك بالزياره الاربعينية؟ والله كل سنه ان شاء الله نمشي نحن. كل سنه تدلشي. من 2014. الله يخليك. الله يحفظك. ربي يحفظك. ويا رب ان شاء الله ترجعون لاهلكم. وكل سنه اشوفك بالاربعينية. ان شاء الله. الله يخليك، ممنون. شلونك؟ شو اسمك؟ اكرم. اكرم من وين انت؟ ها؟ انت من وين؟ من بغداد. من بغداد؟ يعني من ديرتي؟ اقول لك شنو، انت تخدم الامام الحسين اليوم؟ وين موكبكم؟ مو هنا. انت مشايه اليوم، شلون الزياره حلوه؟ تحب الامام الحسين؟ ايه. ايش قد تحبه؟ هواي هواي هواي. انت ما مسجل مدرسه بعدك؟ ايه بعد سجلت والدور بطلت. ليش بطلت؟ لانك اخاف. ايه تقول لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. عاش. حافظ نشيد؟ ها؟ حافظ نشيد؟ يلا. ما حافظ. ما حافظ. يعني قلت لي حفظت. يلا مشكور حبيبي. صغار كبار نساء، شلونكم؟ تفضلوا تفضلوا على راحة. يا بالقناة قناتكم والمايك مايكم. شلونك؟ وين من وين ايران؟ ايران كلاج. كلاج. وين؟ كلاج. خلي يشوفوك. من فارسي بقول. كرج. كلاج. قريب طهران. طهران قريب؟ قريب. خدمات شلون زوار؟ طعام، مبيت، خدمات زين؟ خيلي زايف. نعم يخرج زايف. الحمد لله والشكر. ملتي عراقي، خدمات زين، اكل طعام موجود بالمواكب. واي فاي زايف. شنو؟ واي فاي. واي فاي ضعيف. على انترنت. على انترنت. تتصلون ويا اهل عائلة. انترنت. ان شاء الله ان شاء الله. سيرفيس بيداشتي اب جار موجود نيس. نعم. ترجم لي احمد. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. ممنون. ممنون. صعبة موضوع اللغة صعب. تفضل. الله يخليك. شلونك؟ أخبارك؟ صحتك؟ نعم بركة. أخبارك أمورك؟ نعم. من وين؟ بغداد. من وين بغداد؟ مدينة الصدر. من مدينة الصدر. تحياتنا لهنا بالمدينة. إيش عجب جيتوا؟ ليش ما رحتوا من هناك مشي على طريق الحلة وهاي؟ لا جيت من هناك بالنجف. جيت من النجف إلى كربلاء. كربلاء إيه. شكرا جزيلا إلك. طبعا أحبة المشاهدين، تنتقل الآن عدسة قناة الأيام الفضائية
الى منفذ الشلامجه الحدودي، نشوف اجواء وصول الزائرين الى ارض العراق واستقبالهم من قبل العراقيين اليوم. خدمة الإمام الحسين شرف لكل العراقيين بمختلف مسمياتهم. ابقوا ويانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل ظفر من مسيرة من طريق يا حسين. شكرا لكل المشاهدين وشكرا للزملاء في الكنترول وفي قناة الأيام الفضائية على هذه التغطية المباشرة والكبيرة والواسعة لكل منافذنا الحدودية عبر حدودنا العراقية البرية. تحية طيبة لكم، ونحن الآن من منفذ الشلامشة الحدودي. نحن نلتقي مع كل المواطنين، مع كل الزوار، نتحدث بكل ما هو يهمهم، ما يعني الإجاب وبعض الملاحظات ممكن أن نتداركها عبر هذا البث المباشر ونعالجها عبر هذه القناة، قناة الأيام الفضائية. معي أيضا من الوقف الشيعي من شعبة إحياء الشعائر الحسينية الحاج، عظم الله لكم الأجر. عظم الله لنا ولكم الأجر في مصاب سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. تكلم عن أهم ما تقومون به أنتم كمديرية وقف شيعي وشعائر حسينية. بتوجيه من رئيس ديوان الوقف الشيعي ومدير أوقاف البصرة الأستاذ أحمد عبد الجبار، اعتادت شعبة إحياء الشعائر الحسينية المتمثلة بموكب مديرية الوقف الشيعي في جامع منفذ الشلامشة الحدودي، وهذا الجامع طبعا في كل سنة يفتح إلى الزائرين، يتوفر به المتيسر من الموجود من المأكل والمشرب والمنام، وكذلك القوات الساندة اللي تعمل في خدمة الزوار من الجوازات ومن القوات الأمنية أيضا نستضيفهم بالجامع ونوفر لهم الخدمات اللي نستطيع أن نقدر عليها. الخدمة مستمرة. إحنا نشتغل على العائدين من زيارة الإمام الحسين إلى ما بعد استشهاد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أماكنكم هنا بالمنفذ؟ إحنا الأماكن مالتنا مقابل جامع منفذ الشلامشة الحدودي اللي داخل المنفذ، والشارع اللي مقابله نخدم به بالإضافة إلى المواكب الساندة القريبة من الجامع. نعم. هذه الخدمة اللي نقدمها. المساحة اللي حضرتكم تغطونها الآن؟ إحنا تقريبا يبقى آخر موكب بالعراق كله، آخر موكب هو موكب مديرية الوقف الشيعي، باعتبار إحنا نستقبل يوم 29 أو 30 صفر الزوار الباكستانيين اللي يجون، آخر شيء نستقبلهم ونقدم لهم الخدمات إلى أن ننسحب. تنسحب كل المواكب، ولكن موكب مديرية الوقف الشيعي في شعبة إحياء الشعائر الحسينية والولد في الوقف يبقون يستمرون في هذه الخدمة إلى ما بعد صفر، إلى 30 صفر تقريبا. تبقى الخدمة مستمرة في نفس النفس، نقدم مثل ما قلت الطعام المأكل والمشرب وكل شيء يحتاجه الزائر. المكان اللي الآن يحوز الزوار بالمسجد، مسجد اللي تابع لمديريتكم مديرية وقف الشيعي، مساحته هل تكفي للزوار أم تحتاجون إلى أكبر؟ لا طبعا ما تكفي، لأنه إحنا عندنا جامع تقرب المساحة مالته دونم، يعني ما يشيل تقريبا 2000 إلى 3000. لا ما يشيل، لأن المساحة مالته إحنا تعرف إحنا ننطي قاعة للمكتب الجوازات وقاعة للحشد، باعتبار ذول هم يقدمون الخدمة للزوار، فإحنا هم نقدم لهم الخدمة. يحتاج توسعة إلى الجامع، يحتاج بعد ترميم إلى الجامع، يحتاج الحكومة المحلية تلتفت إلى هذا الجامع وتطور من عنده وتوفر من عنده. إحنا بالنسبة لنا يعني تعرفون الماء والكهرباء مال منفذ على جمهورية إيران الإسلامية، الماء والكهرباء من جمهورية إيران الإسلامية؟ نعم. زين الماي شلون هنا بالمسجد؟ احنا بالنسبة للماي هو المنفذ عايش كله على التناكر، على التناكر مال الماي. تنكر يعني ماكو سالة عندنا؟ على التناكر. احنا الآن شكري وتقديري واعتزازي إلى شركة نفط البصرة وإلى دائرة الماء بالبصرة اللي تعاونت وجاية تزن تناكر وجاية تغطي بصراحة، وإن شاء الله إن شاء الله مستمرة الخدمة. وما دام اكو تعاون واكو تعاضد، شكرا لكل القوات اللي شاركت بهذا الصرح. شكرا. وهذا اللي. شكرا لك حاج ابراهيم. شكرا جزيلا. نشكر قناه الايام اللي هي الواجهه واللي هي تنقل ما جاي يصير الان، هذا الحدث التاريخي المهم والعظيم بحق. يحتاج الى استثمار طبعا، يحتاج الى استثمار الى تطوير، ويحتاج الى تطوير، ويحتاج الى رعايه، ويحتاج الى انه احنا
نعقد الاجتماعات بعد هاي مناشده الى الحكومه المحليه بعد انتهاء صفر واحد من انتهاء صفر يوم الاربعين تنتهي الاربعين ينتهي شهر صفر كون نجتمع نستعد لزياره الاربعين القادمه. احنا مو نخلي زياره قريبه وايضا نحدد اخطائنا وقوتنا وين وضعفنا وين. بالضبط نحدد الاخطاء ونحاول نعالجها ونحاول انه نقدم احسن خدمه في كل سنه. شكرا جزيلا لك. شكرا لك حاج. شكرا جزيلا لك. طبعا هذه مناشده ايضا للقائمين على الحكومه المحليه وايضا الحكومه الاتحاديه على انه يهتموا بهذا المنفذ. عجيب يعني الماء والكهرباء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كنا نتوقع أن يكون الماء والكهرباء من محطاتنا ماء واصل، مع الأسف الخدمات الصحية معدومة في هذا المنفذ وهناك يعني معاناة حقيقية للزائرين في خصوص هذه الخدمات. أيضا معي عظم الله لكم الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم، لنا ولكم الأجر حياك ان شاء الله. الله يحييك. موكب صاحب موكب. والله انا خادم لخدمه الامام الحسين سلام الله عليه. ان شاء الله. انا رجال مجاهد بالحشد متسم. نعم حياك الله. الله يطول عمرك. شنو تقدم القناة الايام الفضائيه؟ والله قناه الايام ان شاء الله. بس نحمد الله على نعمه الحسين، هاي ثاني سنه اللي توفق وقاعد نخدم ابو عبد الله الحسين، نخدم زواره في منبر الشلامشه والخدمه مستمره ليلا مع نهارا. نعم. والمواكب الحسينيه موجوده. شو تقول؟ يلا قول. نقول حسين 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 يا حسين اشقد حنين علينا علينا مولاي مولاي يا حسين اشقد حنين علينا يا مولاي يا مولاي انظر شيعتك والهاي الايام الايام كلها تعنتك والزور والناس خدام تريدك تشفع لها بيوم المحشر يا حسين يا حسين يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا بعد قلبي عزيز. نسال الله سبحانه وتعالى كل واحد. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا، ما زلنا واياكم في هذا النقل المباشر من منفذ الشلامشة الحدودي، ونتمنى أن يكون هناك استمرار لهذه التغطية حتى نستوعب كل اللقاءات مع ضيوفنا الأعزاء. يا حسين يا طريق لبيك يا حسين، الرابط بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. الأعداد الزائرين ما زالت مستمرة استمرار كبير جدا. أحد الأخبار اليوم مثل ما قلنا انه ايضا شاركت الحتبة العلوية في محافظة النجف الاشرف وخاصة بهذا الطريق بتوزيع حقيقة الكثير من المواد الغذائية لاصحاب المواكب. والامور الرئيسية اللي حقيقة بعض المواكب اشتكت من نقص في بعض الخدمات خاصة موضوع المياه الصالحة للشرب وايضا موضوع قوالب الثلج. يعني ما شاء الله بعد تدخل العتبة العلوية بهذا الموضوع، جهات متبرعين أيضا تدخلوا اليوم لمساعدة هذه المواكب المنتشرة في هذه المنطقة الجغرافية الصعب، والحقيقة كثير حاولوا اليوم لحفر آبار، ولكن للأسف أغلب الآبار اللي في هذه المناطق هي مياه مالحة، فقاعد توصل مثل ما نقول صهاريج من المياه العذبة إلى هذه المناطق بتدخل حقيقة من العتبة العلوية المباركة خاصة في هذه المنطقة الجغرافية التابعة لمحافظة النجف الأشرف في عمود 285 إلى عمود يعني اليوم نقول لك عمود واحد في النجف الأشرف. طبعا خلونا اليوم نروح إلى الموكب من أهم المواكب المتواجدة اليوم على الطريق. هذا الموكب اللي يقدم خدمات حقيقة كبيرة جدا من الأطعمة العراقية، القص العراقي وغيرها من هذه الأمور. خلي ندخل من اي مكان. السلام عليكم، شلونك زار؟ شلونك بعد؟ صحتك شلونك؟ سلامات بس خلي طعام جيد. من وين؟ ايران. ايراني بلد. ايران وين؟ اهواز ياس 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 بلد بلد. خدمات جيده خيلي خوب الحمد لله. الحمد لله همه چیز الحمد لله مرتبه. همه چیز الحمد لله مرتبه. تمام برادران عراقی زحمت های خودشون رو دارن میکشن، با همدلی زیاد دارن با مردم ایران، واقعا زوار ایرانی دارن کار میکنن.
دستشون درد نکنه، اجرشون با امام حسین. ربی خیلی تشکر میکنیم. خیلی ممنون. سلام علیکم. سلام علیکم. من یزد. 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 بله یزد. زیارت خدمات جایی. عالی عالی. دست مردم عراق درد نکنه. خیلی زحمت کشیدن. خیلی زحمت کشیدن. حاشت اید العراقی. عالی عالی. اجر کل الله. اجر کل الله. سلامت باشی. قربان شما. سلامت باشی. الله يخليك. زار من الجمهورية الإسلامية في إيران الأول يقول حقيقة يشكر الخدمات العالية اللي يقدمها اليوم الشعب العراقي بالمواكب حقيقة الموجودة بالطرق بمختلف المحافظات العراقية. اليوم احنا ما نتكلم فقط على محافظة النجف الأشرف أو كربلاء لوجود اليوم كادرنا في هذه المنطقة، أيضا مراسلين اللي موجودين بالمحافظات الأخرى نقلوا المشاعر الإيجابية لكل الزائرين، مو فقط الإيرانيين، الزائرين من مختلف الدول القريبة وحتى البعيدة حقيقة. خلنا نرجع إلى الطريق الرئيسي للزائرين، مثل ما قلنا صارت تحديثات على هذا الطريق، توفير خدمات كبيرة جدا للزائرين لتوسعة الطرق وغيرها من هذه الأمور. نرجع، شوكم شباب؟ السلام عليكم. السلام. من وين؟ ناصرية. من الناصرية. وين من الناصرية؟ بالزيناوية. وين؟ بالزيناوية. هاي مركز المدينة الناصرية. جاي صار لك جد هنا يوم 7. اليوم 7 جيت مشي من الناصرية لو بسيارة؟ لا مشي. متعب الطريق لو زين؟ لا زين الحمد لله. الخدمات شلون نقدمها؟ ونعم الحمد لله. الله فرحانين بجواز الزيارة. والله فرحانين. الناصرية فرغت يقول لك كلها فارغة. فرغت هي والبصرة والعمارة وهاي كلها فارغة. ان شاء الله بعد قد توصلون الى كربلاء المقدسة؟ هذا تقريبا يومين لو 3 ايام. اها والله يومين 3 ايام ان شاء الله. وياك اخوتك ذول الولد؟ لا لا وحدي. واحد بوحدك؟ ايش عجب بوحدك؟ كل سنة اطلع وحدي. تحس افضل؟ ايه صار لي تسع سنوات بوحدي. يعني بوحدك تحس هالشيء خاص بيك، روحاني خاص بيك ممكن. كلها مجازفة يعني تلتهي بالعبادات اكثر، ممكن تسولف ويا اصدقائك وهاي. ربي يحفظك ومشكورين. شلونك حاج؟ شلونك حاج؟ لا لا من وين؟ لبيك يا حسين. لبيك لبيك يا حسين. هاي الجملة اليوم او الكلمة كلمة لبيك يا حسين هي تجمع، هي تكسر اليوم قيود اي لغة. التقينا اتوقع اكثر لقاءات اليوم في هذا المكان مع زوار من خارج العراق، ممكن ما يعرفون لغتي وانا ما اعرف لغتهم، بس قدرنا نتواصل بشغلة وبلغة مهمة، لغة الحب، لغة التسامح، لغة الامام الحسين، لغة المؤمنين اليوم. طبعا سلام عليكم. سلام. سلام. تعب على ظهرك. من وين؟ ما شاء الله. ايراني ايران. طهران مشهد قوم. اذربيجان ميلان خو انجا خوبه. خوبه. زيارة خدمات جيدة. خوبه عالية. عالية. تكلم فارس تكلم. انجا غذاشون خيلي خوبه عالية. ان شاء الله هاشي نو مدن تسمعت بشي بيا. الحمد لله. ميرسي تشكر. اها. يقول ما يقدر ما قدر يجي، ان شاء الله يجي السنة الجاية. الطعام العراقي طيب لذيذ. بله بله خوبه. طعام عراقي زين عاليه. طعام ايراني لو عراقي دو تاشون با هم عاليه. اثنينات الكل طيب. شكرا جزيلا. با همش عاليه. تشكر حبيبي. السلام عليكم، شلونكم؟ الله يحفظكم. طبعا اخوتنا ايضا من ايران. من وين ايران؟ لكم طهران مشهد مشهد سبزوار. سبزوار سبزوار مشهد مشهد سبزوار مشهد. زياره شلون؟ خيلي عالي. طعام خدمات همه چیز همه چیز خوب. خیلی ممنون تشکر. شکرا. ممنون تشکر. همه چیز سلام علیکم. خدا لبیک یا حسین. عالی. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. محمد و آل اللهم صل علی محمد و آل محمد. عالی. عراق ایران عالی. الحمدلله الحمدلله. عالی عالی. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. خلينا نتقدم شويه ايضا نشوف اجواء ايضا القنوات الاعلاميه الزميله ايضا مشاركه بقوه من مو فقط اليوم قنوات الاتحاد الاذاعات الاسلام. شلونك؟ السلام عليكم. السلام. تعرف اسمي حسين من النجف. من النجف الاجنبي. شنو عندكم موكب لو زار؟ لا موكب. موكب وين موكب؟ موكب بركات الزهراء. هذا الموكب ما شاء الله يقول خوش قص. كلها تقول ما شاء الله. ايرانيين عراقيين تقدمون فقط القص؟ قص بيتزا. نعم. شاي.
مو اعطيك الشغل. انت تخدم؟ انا من صالح من يا سنه تخدم انت؟ صار لنا 6 سنوات. 6 سنوات مو احسن تقعد بالبيت مرتاح؟ ليش تخدم؟ لا شلون اخدم؟ ليش؟ حبا منو؟ لحب الامام الحسين. الله يحفظك ان شاء الله ويوفقك بجاه الامام الحسين رحمه الله الدين. الله يهديك. السلام عليك. السلام عليكم. الله يخليك. الله. من وين؟ اهواز. 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 العربي زين لو؟ لا 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 فارسي. فارسي. تكلم فارسي. خدمات شلون؟ خدمات برادران عراقي عالي. عالی طوری که ما شرمنده شون هستیم. با قیام قیامت شرمنده اینا هستیم. اینقدر که خدمت میکنن. هذه برکت امام الحسین. بله برکت امام حسین زیاد. آب غذا اینقدی برکت زیاده به لطف امام حسینه. به لطف امام حسین ان شاء الله. دست شما. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. شکرا ممنون. الله يخليك. طبعا احبه المشاهدين يعني اليوم نتكلم انه يقول اللي احنا خجلانين اليوم من الكرم العراقي الكبير اللي يوفروه الزائرين للجميع حقيقه، فهذا اليوم حقيقه شيء نفتخر به. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. من احد القنوات الزميله حقيقه واللي هم قناه الانوار الفضائيه. السلام عليكم. اليوم اريد اعرف الزياره من المنظور الاعلامي، اليوم كموفدين اعلاميين حضرتك انا ممكن غير قنوات، رايك اليوم بهذه الزياره؟ في البداية عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل ذكرى 40 الإمام الحسين. نقطة مهمة جدا أنه اليوم الإعلام له دور كبير ومهم جدا أن ينقل رسالة إلى العالم ما يحصل في كربلاء وخصوصا في كل المحافظات. نحتاج كثير أنه القنوات الإعلامية أن تغطي هذه المسيرة المليونية اللي يعتبر أكبر تجمع بالعالم، مع أن هناك غياب كبير من قبل الإعلام العربي الرسمي. هذا واضح أنه لربما الكثير نشاهد الأحداث في دول العالم يكون هناك تركيز عندما تشاهد أكبر حدث في العالم في كربلاء أكثر من 25 مليون لا نشاهد تلك القنوات. شنو السبب؟ واضح أنه البعض يريد أن يمحو ذكر الحسين، البعض يريد أن لا يغطي هذه الأعداد الكبيرة. هناك خوف ورعب من هذه الملايين. أنت تتحدث الآن وكل دول العالم، أنا أعتقد بنظري الأمم المتحدة في كربلاء وليس في الولايات المتحدة الأمريكية، كل دول العالم تجتمع في كربلاء. لماذا نقول الأمم المتحدة في كربلاء؟ لأن كل دول العالم تجتمع. الإمام الحسين قدم كل شيء، قدم كل شيء لله، قدم ماله، عياله، كل شيء. فلذلك هذا اللي نشتغل عليه. الإعلام نقطة مهمة جدا أن ننقل ونكشف حقائق. عموما نطيت نقدر نقول تقييم سيء للقنوات العربية. نعم يعني هذا الإنسان أي واحد تكمش الزائر البسيط يقول لك ليش القنوات ما تغطي زيارة الإمام الحسين؟ ليش بالأمور السلبية موجودين أول الناس؟ هذا نرجع له. إيش قد اشتغلوا مخططات على العراق؟ إيش قد أرادوا يروجون الجندر وما شابه ذلك؟ يريدون يسرقون الفكر الشيعي، الفكر الحسيني. اليوم من نشوف الشباب موجودة في المواكب ونشوفها تخدم بحد ذاتها هاي رسالة للعدو. يعتبرون اليوم مسيرة الإمام الحسين الأعداء يتربصون. أنت تعرف حضرتك كان هناك إساءة حتى للزوار الإيرانيين قبل الزيارة، لأن الثقل الكبير للإخوان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجون ب5 ملايين زائر، وأنت تعرف الحرب الاقتصادية والحصار الكبير والخانق عليهم. إلا هذا الإمام الحسين حقيقة ما يهمنا كل شيء. يعني أنت الآن بالحار تطلع الزائر يجي من إيران، إحنا عندنا هدف من هذه المسيرة. الإعلاميين بالنسبة للقنوات الإعلامية مهم جدا، مهم جدا أن ننقل رسالة إلى العالم. هذا اللي يحصل في كربلاء، هذه الملايين رايحة وين؟ المن؟ شنو الإمام الحسين؟ شنو القدمة؟ الإمام الحسين مدرسة، الإمام الحسين جامعة. فلذلك كل هذه الملايين أيمن القنوات العربية، القنوات العراقية المحلية وجودها. أكو قنوات وبارك الله بكم موجودين وموجودة قنواتنا قنوات المقاومة. نعم أكو قنوات عراقية موجودة مكاتبها في بغداد أيضا تتجاهل زيارة الأربعين، والدليل أي مواطن أو أي زائر ريد يشوف بعض القنوات اللي ذكرت حضرتك في وقت الأحداث السلبية تنطيك مساحة بالبرامج التلفزيونية حتى 15 ساعة باليوم. خلي طلعونا ربع ساعة هذا الحشود المليونية في كل مكان للعالم، خلينا نقول ربع ساعة ما نريد من عندهم. فلذلك واضح اليوم استهداف لقضية الإمام الحسين لزيارة الأربعين. هناك من يفكر أن يمحو زيارة الأربعين، بالعكس اليوم أنت تشوف كل سنة يمكن العام حضرتك موجود، اليوم إيش قد وصلنا درجة الحرارة فوق 50. هل انمنع الزائر الكبير؟ أنت حضرتك الشاهد المعوق، الطفل الكبير، المرأة الكبيرة، هذا ما راح يمنعنا.
لعد انت شقد اكو مخططات كانت تشتغل علينا، ارادوا يسرقون الافكار خاصه عند شريحه الشباب. لا اكو وعي كبير عند الشباب. انا اليوم التقي مع شباب والله عمره 5-6 سنوات يعرف عن الامام الحسين ويعرف ليش يشتغل. فلذلك نعم مهم جدا دور الاعلام بنقل رساله زياره الأربعين الى العالم. العالم يدرش اكو في كربلاء، بس الاعلام هو يتجاهل ان ينقل هذه. والعظيم انه نشوف ان اغلب المتواجدين هم من الشباب. هذه هي بحد ذاتها، حضرتك دا تنشر الان بحد ذاتها هاي رساله. هذا الشاب اللي دا تشوفه الصغير والكبير ما راح يقدرون ايش قد رادوا يخترقون مجتمعاتنا. لا اكو تحصين كبير عند الشباب، لازم نزيد هذا التحصين. احسنت. الان اتحدث ارجع والله دور كبير ومهم جدا للقنوات العراقيه. انا ما احكي عن القنوات العربيه لان اعرف مواقفها سلبيه وثلاث ارباعها مو من الموضوع. احنا اليوم نعتب على قنواتنا بصراحه. قنوات العراقيه وين؟ حتى اذا كانت 15 قنوات دا تبث، الباقي احنا عندنا 50 مؤسسة فضائية. ما ممكن ان نتجاهل قضية الامام الحسين. كل العالم من امريكا من كندا من كل دول العالم يجون الى كربلاء. فلذلك قضية الاعلام مهم جدا. وبارك الله بكم وعظم الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بارك الله. حقيقة يعني اليوم الدور الاعلامي نحتاجه بكثافة في هذه القضية الحسينية. والحمد لله وشكرا اليوم انا ابن مؤسسة اسمها قناة الايام الفضائية ما مقصرة بهذا الشيء. ويوم المشاهد العراقي دي يشوف قناة الأيام الفضائية من أرجع وأقول من البصرة، واسط، بغداد، بابل، كربلاء، النجف الأشرف، محافظات أخرى عديدة عديدة تنقل هذا اليوم حقيقة المسيرة الحسينية. طبعا مثل ما قلنا يعني حبة المشاهدين يعني التنظيم الرائع في هذا الطريق، التنظيم اللي ممكن البعض في مواقع التواصل الاجتماعي حتى اليوم بركات الإمام الحسين في مواقع التواصل الاجتماعي من عندهم اليوم نية أخرى، نية سيئة توصف مثلا بالعشوائية بالجهل أنه مثلا عدم التنظيم. اليوم هاي الصورة كفيلة اليوم أحد أتمنى من مصورنا جعفر أنه يراويهم اليوم التنظيم الكبير جدا كاميرا قناة الأيام اللي تقدرون أنه التنظيم العالي جدا بوجود اليوم صف حتى لو كان الصف طويل يوصل إلى 100 متر تقريبا، ولكن مستمرين أنه يأخذون دورهم، أنه دورهم بشرب الماء، دورهم بالطعام، دورهم بدخول موكب. فهذا التنظيم هو اللي نحتاجه، لأن اليوم أي صورة سلبية يستثمرها ويستغلها أعداء القضية الإمام الحسين بإيصال صورة سلبية للعالم. ولكن الحمد لله والشكر المتواجدين كلهم يعرفون أهمية هذه القضية، وحقيقة كلهم أصحاب مسؤولية كبيرة جدا. أحبتي المشاهدين تنتهي تغطيتنا لهذا اليوم المبارك الأربعينية الإمام الحسين، ومستمرين إلى يوم الأربعينية. تحيتنا لكادر قناة الأيام الفضائية، تحية للكادر المتواجد في طريق لبيك يا حسين، تحياتنا لكل الكوادر، كوادر قناة الأيام الفضائية المتواجدة بكل المحافظات والمراسلين. تحيتنا الكبيرة أيضا للأبطال أيضا المتواجدين في مقر قناة الأيام الفضائية على إيصال هذه الصورة العظيمة، صورة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. انتهت تغطيتنا لهذا اليوم، ننتظركم غدا إن شاء الله بتغطية عظيمة أخرى. إلى اللقاء.